accent. You get the drink. What? It's delicious, but easy. You don't have that, but the way the bang. I saw you on his up there, I don't know, but I did this, I did it, but then. يلزم خدمة أستاذ؟ إيه؟ يلزم خدمة؟ هو يلزم بس في ظروف يعني، إنما يلا اتكل على الله. طيب لكن صار بتحاكي، بس أنا قلت فلاوت، بدك تشوف يوسف بابا فريد أوسما تشين، وفور إلزم بريد. سكيوري ثيرد أكتر. عاد الجواب عبا في أن ويكسي بيت. مش عيب عليك تبقى شخصي بالشكل ده وتسرق من عيلة صغيرة فتتنينة تتضيع شكلك وحش تباي أين تذهب هذا المساء؟ تزن السعادة الدخون 5 جنيهات. السعادة الدخون 5 جنيهات. أو دبا العالم لو يدخلوا السعادة دي في التسعيرة. إيه مش ممكن مش معه أكيد أصلي إن أنا بالسهل أكيد أنا اللي مقصود بالإعلان ده مش ده الإعلان اللي عاملينه برضه في برنامج أيوة يا ابني اتفضل طيب طيب أنا بيانس أبدأ أقول بياني أكشن أي وقلت طيب تعمل بار خطوة أنا عامل بياني ويا خرابي ولا ولا استطع ضغي حرام لا 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 أرجوكي تفكري كويس في اللي هتعمليه يا بابا أنا فكرت كويس لقيت إن هو ده الحل الوحيد أنا مقدرة الظروف اللي خلتك تعملي كده لكن تضمني إن أنت لاقي اللي أنت عايزاه يا ماما الإعلان اللي عملناه في الجرايد هو ده اللي هيضمن لي كل الشروط اللي أنا عايزاها أدخل هاني في بره عارفين نص دستة جرابيع فهمنا أيوة بابا أرجوك ما تنساش إن واحد منهم هيبقى فوزي قدمت لهم حاجة ساعة يا ماما شطبوا على كل اللي في المطبخ طيب معلش أنا جاية حالا أوكي حاجة واحدة عايز أعرفها منك اتفضل ما فكرتيش في سمعتي في مركزي مالهم يا بابا مالهم ايه أنا معروف الحملاوي أكبر جواهرجة في مصر أجوز بنتي لواحد زبال ولا لمام سبارس الناس تقول عليا ايه وانت ايه اللي يهم حضرتك أكتر كلام الناس ولا سعادة بنتك صغير يا حبيبتي انت عارفة انه سعادتك أهم حاجة عندنا في الدنيا دي لكن مهما كان برضو أبوكي عنده حق قوليلها افرضي ان ابوكي مش مشهور ولا مليونير نسيتي انا ابقى مين وابويا مين وجدي كان مين انت نسيتي جدك توخان باشا اللي كان صاحب اكبر مصانع حلى النحاس في مصر ولا جدك انوس باشا اللي كان بيركب الحصان وهو سايب ايديه ولا ما نسيتش يا بابا
ومستحيل أنسى أنا إيه وبنتي مين، لكن مش ممكن كمان أفتكر جدودي وأنسى نفسي. محدش قال كده، لو على الجواز كتير والف من يتمناكي. زي مين مثلا؟ ولاد الناس كتير وكل واحد من عيلة أغنى من التاني. سبق قلتلك يا ماما أن الحكاية دي مش هتتكرر تاني. خلاص شوفي بقى بنتك وكلامها، عايزه تبوظ سمعه العيله وتتلف امالها عشان الاوهام اللي في مخها. يا بابا حضرتك عارف انها مش اوهام ولا حاجه. بلاش اوهام، سميها صدفه. صدفه؟ صدفه مره مرتين مش ثلاث مرات وكلهم يموتوا بعد شهرين؟ دي صدفه ايه دي؟ وحضرتك بقى شايفه ان ده سببه ايه؟ سببه انهم اغنياء، كل واحد اغنى من الثاني. يعني ايه؟ حظي كده، بختي كده، مش مقسوم لعيش مع راجل غني، وبدليل ان كل اللي اتجوزتهم اغنياء وماتوا وانا اللي ورثتهم. تقومي تنشري في الجرايد انك عايزه تتجوزي راجل فقير؟ كل ما كان فقير اكتر كل ما ضمنت انه هيعيش معايا اكتر. وايه بس اللي يجبرك على جوازه زي دي يا سهير يا بنتي؟ يا ماما افهميني، انا عندي فلوس، فلوس كتير قوي، واقدر اعمل بيها اللي انا عايزاه، لكن الحياه مش كلها فلوس ولا فسح ولا عربيات. نفسي يبقى لي بيت، نفسي ابقى ام، نفسي يبقى عندي ولاد احبهم ويحبوني. ليه مش عايزيني اتمتع بحقي في الحياه ده؟ ليه عايزين تحرموني منه؟ خايفين عليك يا سهير. تضمني منين بس ان الجرابيع اللي جايين يتجوزوكي دول مش طمعانين في ثروتك وفلوسك؟ ويبقى ازاي الحال لو تتجوزي واحد منهم وتكتشفي بعد ما تخلفي منه انه طمعان في فلوسك وبس؟ ما عشان كده انا مصره ان انتوا تبقوا موجودين معايا وانا بشوفهم، ساعتها هتقدروا تفهموا منهم هم عاوزين يتجوزوني ليه. اسمي شحات السنكوح من عيلة الشوارع. ابويا لما جه يتجوز امي اتجوزها بالقسط، يعني دفع ربع المهر مقدم والباقي على 18 شخص. الله، ايه العيلة اللي تطمن دي؟ وانت بقى بتشتغل ايه؟ صايع. كنت الاول متشرد لكن كفحت وتعبت لغايه ما وصلت للمركز اللي انا فيه دلوقتي. بتكسب كام في الشهر؟ نعم، واكسب ليه؟ امال عايش ازاي؟ سفلاه. ولما تتجوز هبلط في البيت. وهتصرف منين؟ نعم، وانا اللي هصرف؟ الله، طبعا طبعا. ازاي وحضرتك مش غنيه وعندك فلوس؟ ايوه. خلاص هستقطعك واستندل معاكي واخليك تصرف علي. الله، ما هو كيف هيبقى واحد ولا ايه يا ابو ناسب؟ بونجور يا سادة محترمين. مش محترمين برضه ايه؟ اتفضل يا استاذ. خلصنا. ايه ده؟ انت جاي حافي؟ ما عنديش غير صندل، مش معقول اجي اقابلكم بيه بايخه. ومع ذلك يا هانم الشكل مش كل حاجه، جايز تصادفي كتاب من غير جلده. ده مش معناه ان الكتاب هايف، لا، محتمل جدا ان الكتاب يكون على جانب كبير من الاهميه. وعشان كده تقدر تعتبريني كتاب من غير جلده، لكن ابدو كبيره قوي قوي. واخده بالك يا عروسه؟ مش هي، مش هي. مش بطل اللي هتتجوز اهي. انت تسمح ولا؟ شكرا. دلوقتي احب اعرف الشروط، الشبكه، المهر، العفش. دي حاجات ما تهمنيش. سوري، بس دي تهمني انا. تهمك ليه؟ ايه اللي ليه؟ انتوا واخدين المسألة استخفاف ليه؟ انا ليا شروط لازم افرضها وتعرفوها. اولا لازم الدكتور الخصوصي بتاعي يوقع كشف طبي دقيق عليكي عشان اضمن ان مفيش امراض وراثية. ثانيا اطلع على فيش وتشبيه بتاع عيلتكم كلها سجل مدني. ثالثا ضمان كتابي من العيلة ان انتي في حالة سليمة ومضمونة 5 سنين قدام. اي خلل يحصل فيكي الاصلاح على حسابكم، هجيبكم هجيبكم، مش هجيبكم ازي لايك. وعشان كده لازم اعرف هتدفعوا مهري كام، والشبكة اللي هتجيبوها لي نوعها ايه. نعم، ندفع لك مهر. نجيب لك شبكة؟ ده شيء طبيعي، مش اهلك عايزين يخلصوا منك باي طريقة؟ ايه يخلصوا مني انا؟ اما لا، عايزين يجوزوكي لراجل فقير دق عليه. دي معادلة محسوبة محسوبة. العروسة غنية تقدر تكسر عين جوزها الفقير، وبالشكل ده ما يقدرش يتكلم عن عيوبها. انتي بصراحة سكة. ايش عرفك يا استاذ ان بنتي فيها عيوب؟ يا صديقي لولا انها سكة ما كنتوش تفكروا ترموها الرمية السودة دي. انتوا كلكوا سكة، انا فاهم كل حاجة، ولا تكونوش فاكريني مغفل؟ لا، ده شيء فظيع يغيظ. ايه ده؟ ايه ده؟
انت عارف ده في السيجاره صح؟ تعال كده خساره. ها خلصوني مش فاضلكم، عايز ادور على حته اتغدى فيها، الا اذا كنتوا على المصممين تعزموني انا مش هكسفكم. اتفضل انت بس برا واحنا سيبنا عنوانك واحنا هنبقى نبعت لك. طيب ممكن مبلغ تحت الحساب ربط كلام؟ 3000 جنيه. نعم. قصدي 1000. نعم. طب ممكن نص فرنك اروح؟ خد شيل الرغوة تحت الحساب. جزاك الله كل شيء يا فندم. شكرا يا فندم. ربنا يخليك. طيب انا هتستاذن. اتفضل الكارت بتاعي. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ده عنوان؟ ايوه عنواني. شارع الزهور. اول فيلا تسيبها، التاني فيلا تسيبها، الرصيف اللي بعديه على طول هتلاقيني موجود. تشرفني في اي وقت، تاخد فنجان قهوة نقعد مع بعض شوية. تعرف يا فندم تصبح على خير. معلش يا فندم. اروح. شفت اللي عملوه عرسان حضرتك في البيت؟ انا ابوس طبل خيل. اه كان على كده يديك تهون ليه تاني؟ نص الطعمية مش لاقياهم. لازم سلقوها، ما هو لصوص متشردين يا بابا. بس ولا كلمة، دي نتيجة تصرفاتك اللي انا مش موافق عليها من الاول. انا مستحيل اقعد في المرستاند دي واحدة، مستحيل. انا ماشي. استنى خدني معاك، عايز اشتري شوية حاجات لحد ما نظبط ننظف البيت. انا انظف كل ده ليه؟ كان عليا ذنب؟ هو انا اللي عملت المزبله دي؟ معلش يا انصاف انا هنضف. انا مش عاوز يا استهان، قلت لك انا اللي هنضف خلاص بقى. طب يا حبيبتي بقى بعد ما خلصتي الصلاه عايزاكي تخشي لي على المطبخ، في شويه صحون وشويه حلل عايزاكي تخليهم فل. ايه بلاش بقى اقول لك كمان على حته الغسيل اللي عايزين فمين. نعم. من فضلك من فضلك يا سعاده البيت. يا اخي بطل شحاته، ما تطول على شغلك بتاعك، جاتكم الهم. شحاتة، أنا منظري منظر شحاتة، يبقى ضمن ضمننا الجواز. يا باشا يا هرمس وهيك وشاكره. بس انا بقول يعني ما يصحش اللي بتعمليه ده. ليه؟ هما مش كل الستات في بيوتهم بيعملوا كده؟ كل الستات يمكن، لكن حضرتك بقى لا. ليه؟ عشان غنيه يعني؟ ما هو عشان كده بقى ما يصحش. امال لو تعرفي يا انصاف انا نفسي اعمل ايه. نفسك في ايه؟ نفسي يبقى لي بيت، ابقى انا كل حاجه في البيت، اطبخ لاولادي واغسل لجوزي، ابقى انا كل حاجه في حياتهم، يفتكروا فيا انا مش في فلوسي، يحبوني انا مش يحبوا الفلوس. يا عيني يا ست سهير. ايه يا حبيبتي اختي؟ اعملي اللي نفسك فيه وان شاء الله هيجي عليك اليوم اللي هتغسلي وهتمسحي وهتمسحي البلاط كمان. متشكره. نعم. ممكن بقى تعملي كوبايه شاي لحسن مقابله العرسان؟ نفوخي طار خلاص قوي قوي من هنا. يلا. أفندم. الست موجودة؟ ست مين؟ الست اللي مش شغالك اللي بتأكلك عيش. حضرتك عاوز مين بالظبط؟ أنا عايز الست صاحبة الإعلان ده. اجري قولي لها أنا جيت. آه هو أنت اللي العريس. يلا بسرعة وحياتي. طيب اتفضل اتفضل اتفضل. أنصاف الحقيقي العريس ما إنه مات. وصف فوق أعمل معروف. فوق اطلع المية واقف. اتفضل هو يعني ملقاش حته يدوخ فيها الا هنا؟ اتفضلي شنطه اشرب. دي ميه ساقعه من الثلاجه مش كده؟ ايوه. طب اشرب بقى. يوه يا اخي اشرب. عنك انت عنك. ايه اللي عملتيه ده؟ معلش ميه. هو يعني من قله الميه؟ طب كنت تدلوها عليها سلطانيه شوربه. ايه ده انت جعان؟ امال يعني اغمى عليا ليه؟ الله حياه. اول السفر قوم السفر حطالي السفر. طيب بتتكلم انجليزي؟ عايز لحمه خبر لحمه حمام فراخ روتين. تقول بقى انا 24 ساعه ما كنتش ولا نمتش ليه؟ غاوي
نسأل برضو واحد جعان أكل ونوم هيكون من إيه؟ ظروف طبعا. أنت ما بعتش بلوت؟ ما بحبهاش. نيف الفلوس بتذل النفوس يا أنسة. مش فاهمة. الفلوس كلبش حديد بيكلبش في رقبة البني آدم، كل ما زادت كل ما كلبشت في رقبته أكتر. إزاي؟ زي ما بقولك كده، الواحد لما بيكون على قده هو بيقدر يمشي حاله، لكن كل فلوسه ما زادت كل ما فكر أكتر عشان يكسب أكتر، علشان كده دمه بيتحرق وبيتهالوا إن الناس كلها طمعانة فيه. ده غير إنه مضطر يجاني يضحك للناس مش قادر يبص في وشهم، يقشر للناس بيحبوهم. طب زميتك دي وشها الظاهر انك فيلسوف. غصب عني مش بكيفي. انا عايز اقولك على حاجه بقى، عارف لو في جيبي 100 جنيه اقولك ان كل الكلام اللي انا قلته لك ده كلام فارغ. حلو قوي البتاعه دي. ايه ساعات ايه البتاعه اللي انت عملتيها دلوقتي؟ ايه ده اللي عملت؟ ايه عملت حاجه؟ ايوه الضحكه اللي انت ضحكتيها دلوقتي. حلو لما يبقى الضحك من القلب. اه طبعا طبعا. ما انت اصلك مش شايل هم، هتشيل هم ليه؟ ما انت اكله نايمه شاربه غير المقالي اللي بتدفعها لك. ما هي امال ايه تشتغلي انا ببلاش ولا ايه؟ لا طبعا بيدفعوا لي فلوس. امال ايه بيدفعوا لي كام؟ 3 جنيه بس. تعالى نبخل قوي بقى. انا بقى عليها مش هتجوزها. مش هتجوز مين؟ ستك اللي نشر الاعلان في جورنال. ليه؟ دي لطيفه قوي. تدفع لك 3 جنيه وتبقى لطيفه. اوحش حاجه في الدنيا ان الانسان يبقى بخيل. انت بقى طمعان تكون ايدها سايبه عشان تصرف عليك. اخلصي. لا انا اللي اتجوزها لازم اصرف عليها كل ثروتي. ثروتك؟ ايوه. انت عندك شعر وانت؟ ايوه. فين دي؟ ايه فين اللي فين؟ هنا. هنا فين؟ ان هو في الحته دي. شوفي بقى، انا اقدر اشتغل اي حاجه. اشتغل ايه؟ شيال ممكن، ميكانيكي جايز، حلاق ما اقولش لا. طب الحلاقين بيكسبوا الايام دي. هي ستك فين؟ انا ما شفتهاش لغايه دلوقتي. صحيح. تعالي معانا نطلع عليه. تعال يلا. تتفضل مستريح هنا شويه لغايه ما تجي للهانم خبر. ها مش هتبدأي. نعم. لا تعمل يا بيتي هنا في ساعة زي دي؟ مش المحاور والبيع. اعتقد ان ده تصرف شخصي مالكش دعوة بيه. مالكش دعوة بيه يعني ايه؟ وانا شيخة هنا؟ انا هنا مسؤول. مسؤول عن خطيبتك بس وعنك انت كمان. انا ما اسمحلكش الكلمة بالطريقة دي. انا ما اسمحلكش تقعد هنا دقيقة واحدة في البيت. لما يبقى بيتك يبقى تردني منه. انت هنا مجرد ضيف. لا يا حبيبي انا مش دي. انا بقى هعرفك حقيقة وضعك في البيت. يا معروف بايه؟ يا معروف بايه؟ ليه؟ عايز اخلي الاستاذ بنفسي يسمع بودانه. انا بقيه في البيت ده. اتفضل. نعم اتفضل. حقيقي حقيقي انا مندهش لوقاحتك يا شيخ. بلا مندهش بلا بتاع بقى. اتفضل قدامي. طب بس نازل ايدك بقى. مفيش داعي. ما تعملش معايا. لا مفيش داعي. مفيش داعي تشوع. انا بقول لك اهو ما تعملش. يلا يا جدع كل واحد يروح لحاله. ما اسمع. اتفضل بلا روح. اتفضل اتفضل انت هاي. اتفضل. اتفضل. شوف اللي بيحصل يا حمال العزيز. اتفرج على اللي بيدرع حمات المصونة. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ انت مش شطبت على العشاء ورحت تنام وصحيت على مأساة؟ مأساة ايه بس؟ الست هانم الشغاله بتاعتكم كانت في الجنينه. عارفين. عارفين ايه؟ كانت مع البيت. عندنا فكره. وثابتين؟ ايه انت عايزهم يعملوا ايه؟ انت اسكتي خالص. مش عايز ولا كلمه خالص. كانوا بيضحكوا مع بعض. هو مال دمه خفيف. دمه خفيف؟ ده دمه خفيف؟ اه جدا. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. انت عايز ايه بالظبط؟ اطرد الفل ده من هنا حالا. انت باين عليك اتجننت. شوف بقى، يا تطرده يا حطم مستقبل بنتك وافسخ خطوبتي منها. انا ما عنديش مانع. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ يا سعادة البيت. ما هو بصراحة بقى يعني ده شيء زاد عن حده قوي. بس نعرف ان انتم متفقين مع الست سهير ان انتم تستحملوا كل حاجة، ولا عايزينها تزعل؟ عايزينها تزعل. خلي الافندي ده يستنى هنا. انا عايز اعرف بدايقك ايه انك شفتوهم واقفين مع بعض في الجنينة؟
افرض يا اخي انهم بيستلطفوا بعض. استلطفوا بعض؟ صحيح حكاية؟ لا دي بتقول لك افرض. مش بقول لكم ما عندوش دم؟ بيحشر نفسه باللي مالوش فيه. تكونش بتغير عليها. اغير عليها ليه؟ هي كانت مراتي ولا خطيبتي يعني؟ كل اللي في الموضوع اللي انا بحترم تقاليد العيله دي، اللي انا بعتبر نفسي واحد منها. يلا اخويا اتفضل مع السلامه. لا مش متفضل انا. بقول لك اتفضل. مش متفضل قلت لك. ممدوح يا ابني. نعم. ما تزعلش، انت عارف الظروف اللي احنا فيها، وارجوك تفوت عليا بكره في المكتب وانا فاهمك اكتر. تاكد يا عم ان انا مش زعلان. انت مش زعلان؟ لا. ده انت تلم قوي يا اخي. ميرسي خالص. تصبحوا على خير يا جماعه. لا ده انا اللي حوصلك لحد باب الفيلا. اتفضل. لا اتفضل سعادتك يا دكتور. اتفضل بس ما تشوهش. اتفضل لسه ما فيش جعل. ما تعملش ما فيش جعل بقى. انا هعملك بقى كتير قوي. العظمه دي بقى احنا قدها قوي يعني. ما فيش جعل. اتفضل مع السلامه. يلا يا جماعه كل واحد يروح لحاله. ما فيش جعل. اتفضل يا سيدي. بلا نروح لحاله بلا بتاع بقى راح في محل بقى. ما فيش جعل. انا بصراحه عاوزك بره. انا عاوزك بره. انت اخبارك ايه دلوقتي؟ ممكن افهم من كده ايه؟ زي ما قال لك ممدوح دي بيها عليك بقى. انا جايب ممدوح علشان ايه يا بابا؟ عشان ايه؟ لا ولا حاجة. أنا طالع أنام. يلا يا عليا. تصبح على خير يا حلو. وأنت بقى خير يا ماما. حقيقي حقيقي فرصة زي الزفت. مع السلامة. طب بس ما زوقش. أنا بقول لك ما فيش داعي للحركات دي. يلا يا سيدي كل واحد يروح لحاله. عليك واحد. او كده بلاش. ايوه او كده بلاش. كده فل الفل وجلاش الجلاش. ولا الهوى يعني ما يحلاش يتشم الا معلي ما يتسماش. طب وانت مالك ومالي؟ مالي ابني ابني فحالي. لا انا حبيبتك ولا خطيبتك ولا انت خالي ولا انت حتى ابن خالي. قال ايه كانت بتشم هوا؟ يا سلام. وسعاده البيت كان ايه؟ كان ايه واقف ياخد حمام؟ تكونيش عايزه نقلع مخي واتمشى لك حافي وصيفي. كان عمري يا بنت الناس ما اكلت القرع الا بكيفي. ده احنا عيال حلوه حلوه بس ساعات تنقول يا فماش. اهو كده يا بلاش. ايوه اهو كده يا بلاش. شايف الحمزه وطبته بيحب خطيبته واهل خطيبته وكل خدمها ولا خدناش. اهو كده يا بلاش. الواحد هيقطع روحه يا جدعان. العالم هلكونا. فيها ايه لو كانوا هودونا؟ فيها ايه لو تقعد كده وحديها يا هو في البلكونه؟ الوحده عباده الوحده سياده الوحده هدوء. الوحده عباده الوحده سياده الوحده هدوء. يا سلام لو سنكر على كل حبايبي في صندوق. يا سلام ده انت حبك صعب يا ده هدوء. بالعكس ده سهل قوي بس العالم موهوب. سوق دايره وناس طمعانه في ناس والبني ادم مخنوق. نيجي نهرب من الخنقه والزحمه ونطلع فوق ونشم الهوى ونغني سوا للهوى ونروق. هو ايه يا سي حمزه؟ روق فوق خليك مع ست سهير. خليك اشبع بيها وفر حبك فيها ابدا ما تحر. وحياتي من جدالي اتمتع بيها انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. لا مش حرة يا اختي. لا حرة اوعى كده. لا للبنت اصول ولا هنا مسؤول.
اقول للبت اصول وانا هنا مسكول ارعيها وحتشوفي وهنا من عاش. ايه تعمل يا فتان ده؟ الامال التهاني بقى طبعاً. وفي هنا ست هاني وغيرك يا ست هاني. الله يا ست اجيب وفرد يجي وشبك بتعملي كده يقول عليك ايه؟ يلا يا دمري زيارة دمك احترمي نفسك. يلا احترمي نفسك. حر قال ليه؟ نعم هو اتاخر في النوم لحد دلوقتي. اروح اشوف الثاني تروحي تشوفيه بمناسبه ايه؟ والله مش خطيبي. خطيبك ده انت صدقت يا بت يموت على الجنين نوم الليل مش انتوا اللي قايلين؟ وفادي يقولنا كده ما يصحش تروحي لحد عنده يقول عنسي يا مدلوق عليه انا اللي هروح اشوفه. مين دي بقى اللي مدلوق عليه؟ بس يا بت اطلع صحي ماما وبابا. يلا طيب الحكايه اتطورت وهتبقى خطر قوي عليا. انا شايفه كده. ده بيغني لها تحت الشباك. عارفه معنيته ايه الكلام ده؟ عارف. لا مش عارفه. ايش عرفك انت بالكلام الفارغ ده؟ هو انا كنت غنيت لك تحت الشباك قبل كده؟ المشكله ان سهير بتسمعه ومبسوطه وما قفلتش البلكونه في وشه، والنتيجه انها هتتاكد انه مش بيجري ورا فلوسها وهينجح في الامتحان اللي هي عامله له. بيتجوزه ويبقى نسيبك بتبقى كارثه وممدوح. وانا هعمل له ايه؟ امبارح جه وقف زي الحيطه، لا قدر يقنعها ولا خلاها تكرهه، والاسم دكتوراه في حل المشاكل. والعمل؟ مش عارف، لكن اكيد في طريقه نقدر نتخلص بيها من اللي ما يتسماش ده. ياه انت باين عليك تعبان قوي. لا ده كويس، كويس قوي. طب اقوم اعمل لك حاجه سخنه وابعت لك خطيبتك؟ حاجه سخنه ولكن خطيبتي لا. ليه؟ مش عايزه تشوفك؟ لا اصلا ما صحش تشوفني انا في الحاله دي يعني. وهو عيب تبقى عيان؟ لا مش الغرض، بس هتقول لي ايه اللي عمل فيك كده؟ شويه برد يا اخي. برد في عز الصيف؟ صحيح. وافرض عرفت تبقى مش لطيف. مش لطيفه ليه؟ يعني لو عرفت ان ابوها دلق عليا ميه ساعه في عز الليل وانا واقف معاكي هتتضايق. خايف لا الست سهير تزعل منك والثروه تطير من ايدك. اربطي ما تقوليش كده، انت فاهمه غلط. امال خايف لست سهير تعرف ليه؟ مش عايز اجرح مشاعرها مهما كان، دي برضه مادموزيل وممكن اكون انا اول حب في حياتها. خايف لا تغير مني. جايز هي فين وانا فين؟ دي بنت الحسب والنسب، دي مليونيره، انما انا من عيله على قد حالها بكسب لقمتي بعرق جبيني. وده عيب كفايه انك ان ايه؟ لا ولا حاجة، أنا همشي. هتروح فين؟ عندي مشوار مهم لازم أروحه. لا، أنت تعبان تخرج إزاي أنت تعبان؟ لا أنا مش تعبان، أنا كويس كويس قوي يعني. بقول لك إيه؟ أنا عايز أشوفك. أما أنت شايفني أهو. لا أنا يعني قصدي أقول عايز أشوفك بره مش هنا. بره فين؟ ليه؟ في كلام مهم عايز أقوله لك حقيقة يعني. طب ما تقول. ما اقدرش اقوله لك هنا. ليه؟ او يعني مش وقت يعني. اقول لك ايه، انا هستناكي بعد ساعتين في نفس المكان اللي كنا فيه امبارح. عندك مانع؟ بعدين الست سهير تزعل. ليه؟ بندرس اخلاق بعض انا وانت. يعني مش انا وانت، انا وهي بس عن طريقك انت. انا قلت ايه؟ افكر. طيب هستناكي. ايه الحكايه مالك؟ ماليش استهاني. مش ممكن شكلك كده زي ما تكوني عاوزه تقولي حاجه. ايوه عايزه اقول حاجه بصراحه بقى. استهاني انا لا حول للاستاذ حمزه على كل حاجه. طيب ما هو انا كمان ضميري بقى ما يصحش ان انا اغش الراجل كل المده دي. فريد يعني انه حبني بقى بتحيح، انا اعمل ايه؟ طب ومان افرضي حبك اتجوزي. اتجوزيه؟ انا اتجوزه؟ اسرقه منك؟ ليه؟ لا لا برضو ما يصحش ان انا اتجوزه. ما هو السمسير هيعرف ان انا فقيره دقه وما حدش حاجه. اطمني حمزه مش من النوع ده. اطمني وانت متاكده بقى قوي من حكايتي كده؟ عشان هو فاهم ان انا بشتغل هنا ومع ذلك. ايوه مع ذلك ايه؟ ممكن يغير رايه. يغير رايه في ايه؟ ليكي
هي مش فاهمه. هيصرف نظر عن جوازه منك ليه بقى؟ هو انا مش قد النينا المقام؟ مش كده بس بتهيألي يعني حمزه زي ما تقولي بدا يعجب بيا. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. الله. طب افرض ان هو عارف انك فقيره مع الحديده. يا الله. عارف؟ اي. وانا ناويه تعملي ايه؟ ناويه اخليه يمشي في التجربه معاكي للاخر واشوفه هيعمل معاكي انتي ايه. انا؟ ايوه. طيب وفرضي بقى ان هو حب ان هو يتجوزك من بره بره. مش بتهيألي حمزه ممكن يعمل كده؟ على الاقل هيقابلك ويقابل بابا ويتكلم معاكم بمنتهى الصراحه. انا قبل ما اسمع حكايتك كنت بقول انك ما عندكش شعور بالمسؤوليه، لكن دلوقتي بعد ما سمعت حكايتك احب اقول لك انك مجنون وستين مجنون كمان. ليه بس يا عم؟ بتسالني ليه؟ ده عاوز تتجوز واحده عندها 3 جنيه في الشهر وتسيب بنت واحد مليونير تتجوز واحده بتشتغل عندها؟ هو حضرتك مش تهمك سعادتي؟ قبل ما تهمني سعادتك يهمني اسمي انا وسمعه العيله. وسمعه العيله مالها ومال الجواز؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ عاوز تتجوز واحده مش من مقامك؟ تحط من سمعة العائلة التي نافست الأجيال طوال هذه الأعوام؟ يعني هي مش بني آدم؟ أنا ما بقولش حاجة. تتجوز واحدة من السواها. على رأي المثل كل فونة ولها كيان. يا أبي مستوى إيه؟ ده كلام فارغ. كلنا هنتساوى تحت التراب. أنا مش عاوز أسمع الفلسفة اللي ما تسمعش مني دي. دي مش فلسفة، دي الحقيقة اللي ما فيش حد عاقل يقدر ينكرها. قصدك تقول إنك أنت العاقل وأنا المجنون؟ يا عم العفو أنا مش قصدي. أمال قصدك إيه؟ انا مش جاي عشان اقول رايي فيك بصراحه. امال عاوز ايه يا منين؟ عايزك تيجي معايا نخطبها المعروف بيه. طيب اتفضل روح. يلا اطلع وريني عرض كتافك. اخرج من هنا قبل ما يجوا بتوع مستشفى المجازيب ويلبسوك القميص. يلا عور، مش عاوز اشوفك هنا ابدا. يا عم ارجوك تفهمني. وانا كلمه، عاوز تتجوز، عاوز تتطلق، عاوز تغتني، عاوز تتقل، انت حر. على راي الناس طبعا انجب الان وبيت أنا سأنجي سكنه فيه، لكن ليكوا في علمك من الأنف وصاعد أنا رليت طبتك، لا تبدا أخويا ولا أنا أعرفك. إزاي بس بقى يا عم؟ أمال أنا لما هتجوز مين اللي هيتعبني؟ بسم الله، عايز أزن أصرف عليك وعلى البنت مراتك. أنا ما أقبلش الحاجة دي. ما أقبلش، بعد ما كان وداك أنا رايح في مستكر. يا عمي أنا قررت إن أنا أشتغل ومعاك أنت في السجن. سهل معايا يا شيخ روح، أنت ما تنفعش في حاجة أبداً. يلا روح لم صبارك. روح للبيت عاوز تتجوزها ولا مش عاوز تتجوزها؟ وانا حط ايدك على كتاو وشحاته في الشوارع، فوت على القهاوي قولوا عشاي عليك يا رب. انت طول عمرك كده وشي نحت، عشت شحات وهتموت شحات. يا معروف يا ام المعروف، خلي بالك معايا شويه. واخد بالي. انا مستحيل اوافق على كده ابدا يعني. طيب مش ممكن الجدع اللي اسمه ممدوح ده يتجوز انصاف؟ اه مش كده برضه؟ ما ينفعوش لبعض فعلا. ولما هو فعلا ازاي حضرتك توافق على حاجه زي كده؟ حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ معروف بايه؟ معروف بايه؟ ايه الزيطه والزنبليطه اللي انت عاملها دي؟ انت ايه؟ ما عندكش دم؟ مش شايفني بشتغل؟ نعم. عايز ايه؟ سيادتك سمعت اللي انا قلته؟ لا. ولما هو لا، سيادتك كلم الصبح ليه؟ عشان اخلص من رغيك الفاضي. نعم. افندم، في ايه؟ سيادتك وافقت ان ممدوح يتجوز انصاف؟ وانت مالك دخلك ايه؟ ممدوح ابن شريكي في المحل وانصاف بتشتغل عندي، يبقى انت يخصك ايه؟ المفروض ان انا وانت هنبقى نسايب. لحد دلوقتي ما حصلش، وافرض انه حصل يهمك ايه اذا كان ممدوح يتجوز انصاف ولا ما يتجوزهاش؟ تكونش بتحبها؟ اللي بتقوله ده معروف بيه؟ امال مهتم بيها قوي كده ليه؟ من باب الانسانيه يا اخي، دي بنت وحدانيه وملهاش حد، اهلها رموها ونسيوها. مين اللي قال كده؟ من غير ما حد يقول، ده حاجه باينه زي الشمس. انت عارف الصراحه بقى ابوها ده راجل نادر. نادر؟ ايوه، عظيم الضمير، ما عندوش اخلاق. ده ابوها؟ ما بيسالش عنها، راجل خسيس. ده ابوها برضه؟ ايوه يا سيدي، لو كان امرها يهمه كان ممدوح طلبها منه هو بدل ما يجي يطلبها منك انت. لكن هتقول ايه؟ راجل هايل. ارجوك كفايه، ابوها فوض لي امرها اتصرف زي ما انا عاوز في كل امورها. تقوم ترميها بالشكل ده؟ ممدوح مش تلقيحه، ده شاب كويس ومعاه دكتوراه من اوروبا. طب ما يتجوز من اوروبا يا اخي. انصاف ما بتحبهوش. ايش عرفك؟ هي قالت لك؟ من غير ما تقول. انا واثق انها مش ممكن تتجوزه. ممكن اعرف انت ليه عملت كده؟
الحقيقة هم سببين، والسبب هم السببين دول. السبب الأولاني إن حبيت أخدمك. تخدمني فيه؟ ولو حمزة بيحبك بصحيح كان حيتضايق ويصرحلك بحقيقة عواطف، مظبوط؟ مظبوط. إنما الظاهر إنه صوت في الامتحان. قصدك إيه؟ قصدك إن حمزة ما بيحبنيش؟ هو معقول هيحب واحدة بتشتغل في بيت ويسيب خطيبته الغنية بنتي المليونير؟ لا بقى أنت دي غلطان. أنت شفت ساعة ما ادعيت إنك خطبتني، شفت إنه كان متغاظ إزاي؟ يا سلام. طب بعد كده عمل إيه؟ هو إحنا لسه لحقنا نعمل حاجة؟ مش لسه الكلام ده حاصل؟ يا سهير، يا سهير اللي بيحب ما يقدرش يستنى على قلب، ولو كان حمزة بيفضلك على خطيبته الغنية ما كانش قدر يستنى دقيقة واحدة بعد ما عرف إنك حطيتي من إيديه. على كل حال هنشوف. طيب ما سألتنيش عن السبب التاني اللي خلاني عملت كده. إيه هو؟ أنا سهير ساعة ما قلت قدام حمزة إن خطبتك من معروف بيه كان نفسي، كنت بتمنى يعني لو وافقتي. أوافق؟ على إيه؟ إننا نتجوز. أنا وإنت يعني؟ تأكدي يا سهير، لولا وجودي في أوروبا السنين اللي فاتت ما كنتش هسيب حد غير يتجوزك. وكان زمان اسمك المرحوم ممدوح، مش كده؟ سهير، ما تخليش الأوهام تسيطر على عقلك. دي الحقيقة يا ممدوح، أنا كل اللي اتجوزتهم كانوا أغنياء وماتوا، لكن حمزة، حمزة حاسة إني هعيش مرتاحة معاه، العيشة اللي تتمناها أي ست. أولا لأنه فقير، تاني حاجة لأنه إنسان عنده أخلاق، وده اللي مخليني مطمنة إني هطول معاه. برافو عليك، ده أنت هايلة. وأنا بصراحة أنا لا كنت عاوز أخطبك ولا نيلة، أنا بس كنت عاوز أمتحنك أشوفك بتحب حمزة ولا لأ، وده أنت نجحت في الامتحان وطلعت الأولى كمان. عارفة يا سهام، أنت يعني موراكش حاجة، أنت كل شوية هتلطنا هنا، ما بتشتغلش أي حاجة، فاضل الدرجة دي، أنت جاي عايز إيه هنا بالظبط؟ بزور خطيبتي. خطيبتك ده إيه؟ هو ده كازنه عشان تزور فيه خطيب سيادتك؟ ومين قالك اللي أنا موافق؟ بيتهيألي يا أستاذ حمزة الموضوع ده مالكش دعوة بيه. كبسة كبسة. أفهم من كده إنك أنت مبسوطة من الخطوبة دي؟ أنا ما قلتش كده. أمال قلت إيه؟ أنا يعني بقول إن الرأي في الموضوع ده لمعروف بيه. وأنت؟ قلبك بيقول لك ايه؟ انت مالك انت ومال قلبها يا اخي؟ تخبرت لي يا اخي. الخدود ده انت عادي انت بتفضل مع الفلال. يلا اتفضل امشي. ايوه تمشي. طيب اوكي، على العموم انا رايح لمعروف بيه عشان عاوز اتكلم معاه. اتفضل اهو مستنيك في الباب. بس مفيش داعي تشوح. لا بقى، لا مفيش داعي احسن لك. لا ده احنا كده عندنا. طب نزل ايدك بقى. ما تعمل. طب اوعى كده، اوعى كده. ما تمتمتش. يلا يا شيخ، كل واحد يروح لحاله، كل واحد يروح لحاله. اسمع خلاص، انا عليا في الاولى اللي يقولوا لك انا بقى بالظبط بقى. ايه ده؟ طيب تي انصاف. انا انت ايه؟ انا فكرت في حكايه ممدوح. صدقيني ما ينفعكيش. ليه؟ انت فقيره وهو غني، لازم هيجي يوم يعايرك. افهم من كده ان ست سهير هيجي يوم وتعايرك بفقرك انت كمان؟ ايه؟ لو انا فقيره وهتجوز واحد غني، فانت كمان فقير وهتتجوز واحده غنيه. لو جوزتي انا ما نفعتش، انت كمان جوازتك مش هتنفع. انصف يا حنان، انا رايح الجنين، ابعت لي سهير حالا. حمودي حماميزو. تجيتي؟ مش انت اللي بعتلي؟ صحيح، اصل انا نسيت. اسمع سهير. نعم يا سيدي. يا سي حمزه، يا حمودي. انت ايه رايك في كويس مش بطال؟ يعني فكرت كويس ان انا انفع ابقى جوزك؟ كل شيء اسمه نصيب. انا بقى فكرت، فلقيت ان انت ما تنفعيش تبقي مراتي. ليه بقى يا اخويا؟ شوفي انا هقول لك حاجه، اصلي في حاجات كتير بتبعدنا عن بعض، يعني مثلا انت غنيه وانا فقير. الله، انت مش قبل كده يا حمزه قلت ان الفلوس ما تهمكش؟ ايوه، لكن اكيد تهمك انت. ثم انا فكرت كتير اصلي، وحاولت اغصب على روحي ان انا احبك بصراحه، انا ما قدرتش. كتر خيرك يا امير. أرجوكي ما تزعليش مني يعني، ها؟ أرجوكي، أصل أنت شابة لطيفة وحلوة وفي رجالة كتير يتمنوك يعني، فأنا ما أقدرش يعني، أنا أرجوكي تعفين. أنا يعني خلاص يا حمزة هتسيب البيت؟ لا، في مهمة لازم أعملها قبل ما أمشي.
يسوق. انا عايز اتكلم معاكي كلمتين. لا عم معروف حد يشوفنا يروح يقول للست الصغير تفهم حاجه كده ولا كده. تفهم اللي تفهم، انا بقى ما يهمنيش. انا كمان بصراحه فسخت الخطوبه. ليه؟ الله ما فيش انسجام بصراحه، بقى كمان ما بحبهاش انا. يا اخي بلاش تحبها، هي حب فلوسها. مش انا الراجل اللي اعمل كده. لو تعرف السبب الحقيقي اللي انا فسخت الخطوبه هتصدقي كل كلام. ايه هو؟ انا قلت لك ان انا ما بحبش خطيبتي، لكن اللي ما قدرتش اقوله لك ان انا بحب واحده تانية. مين يا ترى؟ هي عايشه هنا في البيت ده. ايه يا خبر، بتحب عليا هانم؟ عليتني انا احب عليا برضو. انا بحبك انت يا انصاف. بتحبني انا؟ ايوه. وعايز اتجوزك، قلت ايه؟ لا ما اقدرش. عشان ممدوح يعني؟ لا مش عشان ممدوح، بس لازم معروف بيه يوافق بالجواز. ومعروف بيه ماله من موضوع شخص زي ده؟ ازاي؟ مش هو اللي مربيني وابويا سايبني انا عنده؟ طبعا. مش ممكن طبعا يوافق ان واحد كان هيتجوز بنته ويتجوز الشغاله اللي عنده. يبقى مش مهم. اللي انا عايز اتجوزها ما بتحبنيش، واللي مش عايز اتجوزها بتحبني. يلا هي الدنيا كده. معلش يا عم حبيبي، انا عارف انك انت هتزعل، انما انت ايدك نعمت كده ليه وصوابعك بقى زي المال بنهريد؟ انت بتحط مناكير؟ حمزه انصاف. حمزه انا مش انصاف، انا سهير. سهير ايه معنى الكلام اللي ملوش معنى؟ انا سهير العروسه. انصاف انت بقى لعقلك حاجه؟ حمزه صدقني انا بنت معروف بيه، انا سهير اللي انت جاي تخطبها. انا مش فاهم حاجه. طيب اقعد انا افهمك على كل حاجه، تعال اقعد. انت خايب عبيط اهبل. عايزه يعمل ايه بس؟ يتجوزها بالعافيه وبالضرب كمان. ازاي بس يا عمي؟ انت راجل دارس في اوروبا، معلمكش في اوروبا ازاي تتجوز واحده غصب عنها؟ لا معلمونيش. امال سافرت تهبب ايه؟ جاتك خيبه. يا عمي سهير زي اختي بالظبط، واعتقد ان ده شعورها بالنسبه لي انا كمان. اسمع يا معروف، احنا عملنا اللي علينا وسهير حره في حياتها. انا مش قادر اتصور ان السيكوح ده اللي اسمه حمزه هيبقى نسيبي. اذا كان ده يسعد سهير يبقى يسعدنا احنا كمان. انا عمري ما حد ضحك عليا بالشكل ده. لا يا حمد، ما تقولش اني كنت بضحك عليك، انا كنت بمتحنك ونجحت في الامتحان. نجحت في الامتحان؟ اه كنت بتلعبي بيا؟ لا سل عليا. لا انا انت نجحت وخلاص وانا اطمنت. طمنت خلاص وعرفت كل حاجه. سهير انا ما اقدرش ارتبط بواحده كانت. لا يا حمزه ما تقولش كده، انت اول ما دخلت هنا ما كنتش اعرف اخلاقك ايه. انا كنت صريح معاك من اول لحظه، انا من اول لحظه قلت لك ان انا مش طمعان في فلوسي. ايوه بس مش يمكن كنت بتقول كده، لكن الحقيقه انك حرامي مش كده؟ لا حرام. لا مش ده قصدي، لا ما اقصدش كده. سهير انا عايز اقول لك على حاجه. انا لما قلت لك ان انا بحبك كنت بحب انصاف الشغاله البسيطه. على فين يا حمزه بيه؟ خلاص يا مهريدي ما بقتش بيه، رجعت الواد حمزه تاني. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا والست هانم يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وبعدين يا سهير هتفضلي قاعده زعلانه كده لحد امتى؟ يعني زعلانه على الامل؟ خسرت حساب طرواده، اللي يشوفك كده يقول كنت هتتجوزي مارك انطونيو وهارب ليله الدخله. يا بابا حمزه اشرف انسان انا شفته في حياتي. يا سلام، لو كان طمعان في فلوسي ما كانش ساب البيت، لكن تحس اني جرحته في كرامته واحساسه، ضحى بكل شيء حتى بي انا. الانسان ده بيحبني من كل قلبي يا بابا. طب والعمل هنتصرف ازاي؟ مش عارفه يا ماما. اعملي اعلان في الجورنال وقولي فيه حمزه عود الينا وسنشتري لك بسكليتة. برافو عليك يا بابا، اعلان في الجرايد. انت اتجننتي؟ انت عايزه تفضحي نفسك وتفضحينا؟ سيب البنت تعمل اللي هي عايزاه، احنا يهمنا سعادتها وبس. انا من بكره هعمل اعلان في جميع الجرايد وهقول فيه. Thank you.
خطيبتك سهير معروف الحنادي. خبر حمزة ابن أخويا يبقى خطيب سهير بنت معروف الحنادي أكبر جواهر في البلد. وارجع عقل جبل ابن الغرابة. ألو، ما فيش أخبار من حمزة ابن أخويا؟ لا يا فندم، ما جاش هنا من ساعة ما طردته. وإزاي تطرده يا أبي؟ إيه؟ أنا اللي طردته. يقطعني. اسمع، أول ما يوصل انحني قدامه وبوس إيديه ورجليه وخليه يتفضل ابن أخويا. يا حبيبي يا ابن أخويا. حاضر يا فندم، أمر سعادتك. سحابة زيادة، ده لسه عم حضرتك سائل عنك. عن أنا؟ أيوة فندم. يبقى لازم عايز يطردني، ما بقاله مدة ما طردنيش. إيه اللي بتقول أنت؟ لا يا سعادة بيه. بيه؟ سلام عليكم. لا يا عم معروف ما تقطعش عيش، ده منبه عليا لازم تدخله على طول أول ما تشرف. أنا أخش له أول ما أجي؟ أيوة. أكيد الناس دي عايزة تلبس له قضية. خش. اتفضل. حمزة يا ابن أخويا، يا حتى من في الشيسي يا فتلة كبدي، بالحضن يا حبيبي بالحضن، يا سلام وحش يموت، نفسي أنزل في بوك. أنا مش حايف من التيفوس يا عمي. تيفوس إيه ده؟ أنت زي الولد البنكنوت الجديد ده. اقعد يا حبيبي قلبي اقعد، أهلا أهلا وحش، يا سلام. حضرتك ما تطمنش أبدا النهاردة. إيه بقى الحكاية في إيه بالظبط؟ الحكاية إنك مخرف، ضعيف العقل، منحرف الوجدان. ايوه كده، اظهر بقى على حقيقت. انت اتخضيت يا حبيبي؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. وبعدين بقى انت عايز ايه بالظبط؟ عاوزك تسأل وتروح تصالح خطيبتك. خطيبتي؟ انت عرفت منين ان انا خطبت؟ اتفضل خد اقرا. ايه ده بقى؟ ايه فاكرني عيل؟ ناقصة تمشي ناس وراها في الشوارع تندى علي. ده دليل على انها بتحبك، ما بتدوقش طعم النوم ودموعها على خدها. صدق الشاعر لما قال: اسأل دموع نالية واسأل مخدتي. اسمع كلام يا حمزة يا ابن اخويا. يا عمي دي جرحت كرامتي. لا كرامة في الحب. انا شايف انك تروح تصالحها وتتفاهم معاها وتتفقوا على كتب الكتاب فورا. ايه يا ليت الشباب يعود يوما. كنت عملت ايه؟ كنت رحت واتجوزت ابدالك. حمزه باباكي فين عشان عايز اطلب ايدك منه؟ بابا يلا خلصوني، خلينا نخلص. يلا بقى. عامل ايه؟ اه باباك نازل تهزيق في عامي من الصبح. يعني بهزا مين؟ حتة راجل نصاب. خلاص يا ابني، لئيمة لئيمة لئيمة. لا الصراحة الواحد ما يتكلمش فيها يعني حقيقة. أعرفك بعمي بيومي بيه عبد الله المليونير الكبير. مليونير؟ إيه؟ بتقول ايه؟ مليونير كبير؟ سهير. سهير سهير، هاتوا لنا بصلة. بصلة مسكينة، قوم عليها. ما كل من لسان أبوها إنه طوله 7 أشبار يضرب يمين وشمال ومرشر يمين. شفت بس يا بابا بتجيب لخبطها يا ماما. ايه اللي لخبطها بس يا بنتي؟ العريس وانت اللي اخترتيه وبيحبه وبتحبيه. بس مصيبه مصيبه انه بيحبوا بعض. فيها ايه يعني لما عمه طلع حته مليونير؟ ما فيهاش حاجه. كل عيله في الدنيا فيها الغني وفيها الفقير. يعني غير بختنا عشان بختك كويس. لا عشان بختي وحش، عشان مش هلحق اتهنى مع الراجل اللي حسيت بيه وممكن اعيش معاه ويبقى ابو اولادي. بقى ده كلام يا بنتي.
عارفه يا ماما لو ما كنتش متاكده من اخلاقه وعارفه اني مش هلاقي زيه كنت طلبت منه الطلاق النهارده. في واحده عاقله تتجوز امبارح وتتطلق النهارده؟ كده واذا كده لازم نسيب بعض يا بابا. ليه بس؟ عشان بنحب بعض. اديني عقلك بقى، عايزه تتطلق عشان بتحبه وده كلام؟ يا بابا انا خايفه عليك. من ايه؟ مني. انت بتاكلي الاجسام. بس كل اللي اتجوزتهم قبل كده ماتوا بعد شملين. على حسب قولك لانهم كانوا اغنياء. المره دي بقى عمه اللي غني وهو الوريث الوحيد له. مش جايب عمه ده يبقى عمره طويل؟ وجايز جدا رقبته تتقطم في اي وقت وتبقى مصيبه وجات على دماغي. حد يسمي الفلوس مصيبه؟ من اللي شفته نفسي استقر في حياتي يا ناس، واللي ما نايمنيش طول الليل انه مصر انه يشتغل. له حق. يعني عايزه انت اللي تصرفي عليه؟ طب افرض اشتغل وبقى غني اعمل ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه فقير، عايزه شحات، عايزه مش لاقي اكل، عايزه يمشي حافي. يا ماما انا بحبه بحبه بحبه. صدقني يا عمي انا بقيت انسان جديد، شخص تاني خالص غير اللي حضرتك تعرفه طول عمرك. عظيم عظيم. يعني مصدقني؟ تقدر تقول يعني اني ابتديت اصدق لحد ما اثبت لك كلام. مش ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ مظبوط كلام. شوف يا عمي انا من ايدك دي لايدك دي تقدر تعتبرني شرف ليك، سجادة تدوس عليها. المهم ان انا اشتغل وابقى جدير بمراتي اللي انا مصمم اللي انا ابتدي معاها حياة من اول وجديد خالص. شوف بقى يا حمزة. نعم. انا هكلفك بمهمة اذا نجحت فيها تقدر تعتبر نفسك انك بتشتغل عندي في مكتبي، بل هتكون المسؤول عن كل الاشغال اللي فيه. تحت امرك يا عم. عايز نعمل ايه؟ في جدع جزار واخد محل من محلاتي بقاله سنة ومش عاوز يدفع الايجار. ليه؟ بدي انه المباني عزل صحاب، وانا واثق ومتاكد انه بيقول كده بس علشان يبلطج على المبلغ. ناس سوق نصابين بطلك. وعايزني انا اجيب الايجار من السوق دول؟ مظبوط. اهو اذا نجحت في المهمه دي اعرف انك تقدر تدير كل امور مكتبي خصوصا في المسائل الصعبه. بس كده؟ اعتبر ان الايجار هيكون عندك بعد الساعة واحد. الجزار قال ده ما بيهمنيش السلاخانة بحالها. وطول ده معانا بان عليه مفتري قوي الراجل ده. قوي قوي. اه فتوى يعني. ما عندوش قلب، ده كل يوم والتاني بسببه بيتنقل 3 4 رجال المستشفى. 3 4 رجال المستشفى؟ ايوه. اه على العموم احنا مالناش دعوه. انا عايز اسالك والنبي على المعلم ضب والجزار. حضرتك بتهزر؟ ليه؟ ما هو ده. هو ده المعلم ضب؟ ايوه هو ده. فتوى؟ ايوه. ربنا يطمنك. يا معلم بابو يا نعم، الامضه دي مش امضتك؟ اه امضت. امال مش هتقدر تدفع حسابك كمبيانه ليه؟ مزاج. مزاجك يعني ايه؟ انا مزاجي بقى اكل حقوق الناس، عندك مانع؟ لكن دي تبقى سرقه. سرقه؟ الله. اه والله صحيح، دي تبقى سرقه. طب هات الكمبيانه. ايوه كده ايوه كده. اتفضل. وكده ادى نوفل. ايوه معلمي. انا ايوه معلمي. رضا من تحت. انا ايوه معلمي. ابور انت. حاضر. يلا سيد يلا سيد. ايه الله 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 الله. الكمبياله فلوس يا نصاب، فلوس يا حرامي. مين النصاب حرامي؟ هذا نوفل معلمك. شيل النفاج ده حطوه جنب زملاته بره. مساء الخير يا معلم ضابو. صنور. اذا كنت فاكر نفسك ضابو بقى انا 60 ضابو. اسمع ما تبصليش لخ نخنفك. شوف اسمع، انا ما يهمنيش انت ولا ابدع منك، انا جاي اخد الايجار متاخر عليك من سنه ومش ماشي من هنا الا لما اخد حقي على دير مليل. واذا كنت فاكر نفسك هتحوشني تبقى غلطانه ضابو. كيف تعالى على الشقه بالناس. ده كان دماغ، ده حته دماغ لو اداها لترميه فرمله
المهم انك خرجت بالسلامه. سلامة؟ انت بتسمى دي سلامة؟ احسن ما كان حصل لك ارتجاج في المخ ولا حاجة. العن العن عمي، عمي اللي كنت معتمد عليه انه هو هيمسكني شغله لو انا نجحت في المهمة دي. ما عندكش فكرة يا حمزة انا سعيدة قد ايه. سعيدة ان انا انبطعت؟ لا يا ابني، مبسوطة انك خرجت بالسلامة. انتوا لسه عايزين جداد، وكويس اول انه ما هطعلكش رجل ايد، هزق لك عين. يا ريت يا ريت كان حصل كده وعرفت اجيب منه الايجار. هشتغل فين بعد كده؟ هبتدي حياتي ازاي؟ وهو انت لازم تبتدي. ما هو يبتدي ينتهي. الو، ايوه يا ممدوح، شفت اللي حصل؟ مصيبه، كارثه. حصل ايه؟ بتقولي ايه؟ مش ممكن ابدا. وانا ايه اللي هيخليني اكذب عليك؟ الضابط واقف تحت مع حمزه زمان وقال له على كل حاجه. زمانهم هيحطوا الكلبشات في ايدينا. مش عارفه تعملي ايه؟ تنسيني خالص، تنسي حاجه اسمها ممدوح. انا ما عنديش استعداد اضيع ظهر الشباب في السجن مع واحده مخها تعبان زيك، فاهمه؟ مع السلامه. الو الو ممدوح، ممدوح ايه ده؟ فلستيك اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ شكلي لوحه بالظبط. مع الف سلامه. شكرا. نسي جدا. مع السلامه. مع السلامه. صف. نعم. ابعتي لي الست حالا. حاضر. الو، انا حمزه، اديني عمي. ايوه عمي، حصلت حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. وساعه ما قالك تندهيلي كان شكله ايه؟ كان شكله حمزه. لا مش قصدي، يعني كان متضايق. كان متضايق قوي مني. وانا مش عارف ليه بقى، انا كنت بشم على ظهر ايدي. طيب انزلي اسبقيني انت وانا جايه. اوكي. ايوه عمي. طيب انا حصلت. مع السلامة. حمزة، انت كنت عاوزني عشان حاجة؟ في حاجة كده عايزك. هو الضابط مشي؟ مشي خالص؟ مشي خالص. مش هيرجع تاني؟ لا مش هيرجع تاني. اصلا انا قلت للضابط ان انا هتصرف. سيدي انا عايز اكلمك في الموضوع. حمزة مالك، في ايه؟ لا ابدا مفيش اي حاجة. من كام يوم كنت راكن عربيتي قدام مكتب عمي، لما رجعت العربية تاني لقيت الشنطة بتاعت الأوراق اتسرقت. الشنطة دي كان فيها أوراق مهمة، من ضمنها عقد بيننا وبين مقاول كبير بمبلغ 100,000 جنيه. يعني إيه؟ هقول لك أنا على كل حاجة. أنا طبعا ما سكتش، بلغت البوليس. الراجل مقاول عرف إن الشنطة دي اتسرقت وفيها العقود اللي بيننا وبينه. طمع هو، واخد بال حضرتك؟ رفض إنه يورد لنا البضاعة. ليه؟ لأن البضاعة سعرها ارتفع جدا في اليومين دول. النهاردة البوليس مسك الحرام وجابوا لي الشنطة. يعني هو كان جاي لك هنا عشان كده؟ أنا هقول لك على كل حاجة. لما هما جابوا لي الشنطة وفيها الأوراق المهمة، أنا اتصلت بعمي على طول. عمي الآخر اتصل بالمقاول وهدده إنه هيرفع عليه قضية تعويض. المقاول خالف، عرض علينا مبلغ 10,000 جنيه من باب الصلح. عمي قال لي اتصرف. أنا دلوقتي عايز يعني آخد رأيك في حاجة. اخد الفلوس دي ولا يبقى حرام؟ ها؟ حمد سيد سبيجر سبيجر مسكين شعورها رقيق جدا. سهير، ايه التفكير الغريب ده؟ ازاي تخليه يرفض مبلغ زي ده؟ 10,000 جنيه مبلغ مش بسيط. ما لو مبلغ بسيط ما كنتش قلت له يرفضه. برضه هتقول انك خايف عليه من الفلوس؟ طبعا يا بابا خايف على حمزه من الفلوس. انت عارف مبلغ زي ده ممكن ايه اللي يحصل؟ يحصل ايه يا طارق؟ هيديهم لعمو يشغلهم له. ال 10,000 هيبقوا 100,000، ال 100,000 هيبقوا زيهم، وبالطريقه دي حمزه هيغتني ويبقى مليونير. وانت عارف بقى ساعتها ايه اللي هيحصل لي يا بابا؟ هيحصل ايه يعني؟ خبر مالا طبعا. طب والعمل؟ العمل ان حمزه مش لازم يشتغل، لازم يقعد في البيت النهارده قبل بكره، ما يشتغلش ابدا. طيب طيب انا ما طيب طيب بتفكر
اسمع عليك يا ممدوح، مش عاوزني ادخل. اسمع بقى يا سوير، انت واحدة بتنت خطر والبوليس بيدور عليك، واكيد هيوصلك 100% حر وحلى بالرجلين. انت خايف من ايه بقى؟ يا هدوء اعصابك، يا هدوء اعصابك، يابا منك يامة. انت مش قادر بعظمة لسانك ان البوليس كان عندكم في البيت بخصوص الحادثة اللي عملناها بجوزك؟ الله، هو انا ما قلتلكش؟ لا. ايه، مش طلع ان البوليس كان جاي عشان حاجة تانية خالص؟ بتتكلمي جد؟ والله ريحت قلبي يا سمير، ريحت قلبي. وحضرتك مشرفاني دلوقتي عشان كده بس؟ ده أولا. يا خوفي من ثانيا، ممكن أعرف إيه ثانيا؟ جالك عشان نكمل الخطة يا ممدوح. خطة؟ خطة إيه؟ اللي هنمنع بيها حمزه من الشغل. اسمع يا ست، انت انا مش قدك، انت عاوزه تضيع مستقبلي، عاوزه توديني في داهيه، اعملي معروفي بعيد عني كده. طيب بس اكيد حمزه مش هيسكت لما يعرف ان انت اللي خطفته. ومين اللي هيقول؟ انا. انت ليه تعوزني اخبي حاجه زي كده على جوزك؟ مش انت اللي قلتي لي اعمل كده؟ عندك شهود؟ ما عنديش يا سوين. شفت، يبقى مش هيصدقك. انا هقول له الحقيقه. مش هتقدر، لانه مش هيصدقك انت ويكذبني انا. انت عاوز ايه بالظبط يا سوير؟ ابدا، كل ما في الامر مدام حفقه ارمله يبقى انت كمان لازم تاخد جزائك، طالما ما ساعدتنيش اني امنع بوزي من انه يبقى غني. طيب يا سوير خلاص، اتفضلي اتكلمي، عايزه ايه؟ شوف يا سممدوح، ممدوح ودي صوتك شويه. وانا بفعل بصوتي ده صوت الفاس. قولي ودي. بتقول لك وط ده عايزاني اكلم الفاس، دي اكيد اتجننت. بس ايه اللي بعد الرمي من العيله دي؟ انا كنت عملت ايه في دنيتي بعد سنه؟ ده انا دكتوره في حل المشاكل. حمزه مسكين. ايه مسكين اللي خايف عليه؟ خايف عليه ولا عاوز تقطع رقبته؟ اخت عليك ما تقولش الكلمه دي، قطع رقبته ده ايه؟ انا كل اللي بتمناه رجله تتكسر، حضمه يتدغدغ، يتعطل عن الشغل وما يروحش. في حاجه؟ لا ما فيهاش حاجه. طيب امشي انا بقى. مش هتغسل وشك؟ لا متشكر او استهانم، لحسن على ما اغسل وشي تطلع ايه فكره من افكارك اللي ناويه توديني بيها في داهيه دي. بس يا ماما متشكره قوي. طيب تصبح على خير يا اختي. هتفضلي راقده في السرير على طول؟ مش عارفه يا حمزه، قصدي صحيه من نومك استنى قوي. على راحتك. حمزه. ايه؟ انت هتتاخر في الشغل؟ حسب الظروف. باي باي. باي باي.
صباح الخير. صباح الخير يا عم. ايه اللي مصحح حضرتك بدري كده؟ والله عندي شويه شغل مهمين قلت اصحى اخلصهم من بدري من اول النهار. اتفضل. اتفضل حضرتك. لا والله اتفضل. لا عيب. اتفضل اتفضل. انت بتتكلم بتقول ايه؟ اتفضل حضرتك. عيب يعني. اتفضل. صهيب. ايه امال مين الله؟ ابوك الكعور. رجلي انكسرت. يا رجلي. بابا مالك يا بابا؟ يا انسان قومينا يا انسان. يا بابا الله يا ايدي يا يا رجلي يا بابا. ايه ده يا ايه مالك يا معروف؟ ايدي عليا. ايدي انا عليك يا أي أي وقت هي ورجلها هي قصد رجلي أنا عمك جاي لعمك لحد قط وأنا رايح عندها الدكتور محسن اللي ساكن قدامنا في الفيلا. يلا يا حبيبي مش معاك إلا وأنا مين حاجزنا أنا قوم بقى خليك جدع بقى ما فيهاش حلا شيء. قوم بقى بس يا عم قوم. ما حدش فيهم عايزيني عذبوني كده من بين الأم. عيني إيدي تلهم حالا. قوم بقى المدام راح أجيب الدكتور حالا. قوم هذا عجيبة حقيقي. أكيد عين مصابته مش كده سهير؟ أكيد التلاتة فيهم واحد ده بحد مش قصادهم بقى. روح. طبعا أنت بتنكدة قوي. أي كنت هتتنكدة أكتر لو كانت حاجة من دول حصلت لي. طبعا طبعا. أنا هقوم أروح الشغل بقى. تخيلي لو كان جرالي حاجة من دول وزماني راق في السرير ما كنتش هقدر أروح الشغل. كانت هتبقى مصيبة مصيبة. فعلا كانت هتبقى مصيبة. انت فين يا سعادة البيه؟ كويس ما جيت. ده انا بطلب سعادتك من الصبح تليفونك مشغول. اصل كنت بطلب المستشفيات والاسعاف والمطافي والمجبراطية المهم في بيومي بيه ماله عيان جدا راحت في البيت ومش قادر ينزل وحالته خطيرة جدا ومستنيك تروح. هو رخر يعني ايه؟ لا ما فيش. طيب صايم. طيب يا ممدوح افتح. ممدوح. لا مش فاتح. أكيد جايباني مصيبة جديدة. هعمل مع روسي بيه بحالي بقى. أنا مستعدة أتنزلك عن فلوسي اللي حورسها على أبويا وفلوس أبويا اللي حيورسها على أبوه بس يبعد عني كده. طب يا ممدوح أنا خلاص ماشية بقى. سهير انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ اقعد. نعم اقعد. مش قاعد يا سهير عاوزه ايه؟ انت شفت المصايب اللي حصلت بسببك؟ بسببي انا؟ طبعا. اولا بابا رجله كسرت. ثانيا ماما راسها اتفتحت. ثالثا انصاف ايدها كسرت. حلوه. مفيش رابعا؟ انت عاوز رابعا كمان؟ مش مكفيك كل المصايب دي كلها؟ وكل ده بسببي انا؟ طبعا. مين اللي عمل الحفره اللي في الجنينه؟ ايوه صحيح ده انا اللي عملتها. وانا اللي ربطت الحبل على السلم وانا اللي جمعت الارضيه وانا عن اذنك بقى دي يا واحده. تعالى هنا ممدوح. رايح فين؟ حرم نفسي من الشباك. ممدوح تعالى هنا عاوز اخلص منك. تعالى هنا يا ممدوح. سهير انا مش حامل الحاجات دي. اعملي معروف. ممدوح انت لازم تساعدني وتقف جنبي. مين متخصص في حل المشاكل المستعصيه اللي انت؟ ومين هيحل لي مشكلتي منك يا اخي؟ اقع بس انت في مصيبه كده وشوفني هقف جنبك ولا لا كده.
حاضر، أنا تحت أمرك أفندم. الحمد لله. أخبار دكتور عمي؟ إيه؟ يعني إيه الحالة خطيرة؟ الظاهر كده. إيه؟ قول لا مش هقول طب نقول سوا. قول انت الاول. كمل. وبعدين يا عيني. يلا. يا سيدي جرى ايه يا اخويا جرى ايه يا عيني جرى ايه يا روحي جرى ايه ده الله يا مليون ايه مش معقول. يلا خليني اكشف عليكم مالو خلصني اكشف عليا انا مش عيان. لا يا عم انت صحتك نايم بوم. قولي له ان انا لسه شباب. ابن اخويا طلع في دماغه انه يجيب لي دكتور. تعرفي علشان ايه؟ لا ما اعرفش. عشان الاستاذ عمي وقع مغمى عليه في المكتب. شفت السبب السخيف؟ علشان تعبت شويه لازم ابقى عيان. هم الاغمى عليك ليه؟ من المايه الساعه شويه تعب ارهاق ولا انا فاكر اني عجزت. ما تقولش كده يا عمي، ده انت لسه في عز شبابك. قول له يا بيومي بيفهمني عايزني اكشف عليك ولا لا؟ اسم الله عليك. الدكتور بطارياته فضن. عاوز له دكتور. انت ما لقيتش كحه غير قدامه؟ معلش يا مؤاخذه، اصلي الكحه تعباني خالص من كتر شرب السجاير. انا عندي دواء كويس ليه والله. هي. طب لو سمحت الله يجبر بخاطرك اكتب جولي وينوبك ثواب. اسلم. لا مش شكرا. ده غرغره اللي هكتبه لك ده غرغره. أيوه. بس تحط عليه تراب تراب وتغرغر بالتراب ده على الريق. ما ده بقى يبلعه. امشكها قوي. ثلاث مرات وبطل السجاير. عملت خفت من السجاير شوي. طب ها وجي لي بعد 4 ايام. الله يكرمك. الله يخليك. هو الكشف عندكم كام؟ 2 جنيه. 2 جنيه. 2 جنيه. طيب اتفضل يا اخوي. 2 جنيه والباقي عشان الست. سلام عليكم. رايح فين؟ نعم. رايح فين؟ استكشف عليه الأول. فعلا. لا كده. اتفضل معي. يلا. قول قول لا قول انت الأول. قول يا عيني سيدي جرعي يا اخويا جرعي يا روحي جرعي. دكتور من الأريزونا. ركز ركز. صباح الخير. كتاب. ركز ركز ركز. اعتبرها بريز هو شغل سبيل نايس. حافظ بيه خش تصحى. انت ايه اللي جابك هنا يا سيدي؟ كنت ساعه عربيتي بسرعه عشان الحق معادك. ما انت عارف كان لازم نمضي العاده لان مسافر لينا. ايوه عملت حادثه فجابوني على هنا. طب كويس قوي. انا العقد معايا، يلا نقعد ندرسه مع بعض وبعد كده نمضي الاتفاقيه. وهو كذلك. اتفضل. الله يفضلك. ايه اللي جابك هنا؟ لا حاجه بسيطه. خيلة في العادة أحسن. واشهد دوابه أقوى طعيب ناية. ايه دول؟ اشهد على الجلوس عودين في الترموة فيش دولة منه. طيب خد عناوينهم وابعت لأهاليهم علشان يجوا يمضوا إقرار انهم ما يعملوش كده تاني مرة. حاضر يا فندم. صاحبة البيت. ايوه. الورق ده كويس قوي. أنا موافق جدا على كل بنود العقد. يبقى مش ناقص غير إننا نمضي سوا. أنا ما عنديش مال. بس انت معاكش غير الاصل واحنا يلزمنا نسختين منه. صحيح لازم يتكتب على المكنه.
أنا اليتيم. نعم. سيزر اليتيم. عملوا لي فيلم وأنا صغير من شهرين. أخوك في الحجز زي أخوك في الرضاعة، طالما اتمسكنا من عسكري واحد يبقى أخوات. على أخوك أحكام استجوبة التنفيذ 73 سنة. تشرفنا يتيم بي. أي خدمة؟ جنبك اللي تؤمر. بقول لك أنا اليتيم وشاط طيارة، أخدمك بالليل وبالنهار، خدمة مستمرة الفجر والعيشة، نايت أند داي، وكله بتمنه. أنا فوت الجمل من خرم الإبرة وأسد عن الشمس بنملة. لو عايز تلعبني كشتينة ألعبك وأغلبك، لو عاوز تغلبني تفق معاي. أنا مش فاهم أنت عايز إيه بالظبط يا سيد اسمه إيه؟ بقول لك أنا اليتيم. يا سيدي فهمت إنك أنت اليتيم وإنك أنت أشاط. وأقدر أخدمك في الكونترات اللي أنت عايز تكتبه ده. ليه معاك تايبرايتر؟ لا معايا صوابع رايتر. هنسخ لك نسختين صورتين بس أنت إيه؟ هم خمس سجاير. قلت إيه؟ أنا ده بس ده كتير وهياخد منك وقت. ولا يهمك، الرجال هنا كتير، بس أنت شوف نفسك بقى ورش سجاير ورش فرقة. أنا من عندي ثلاث سجاير. وأنا من عندي سجارتين. وأنا بنسف. شوف كذا عقب في خدمتنا اهو. مش مودك انا اليتيم، كله من عندك من عندك. اوعى اوعى يا استاذ، اوعى يا استاذ، غصبا اوعى يا استاذ. ورق وادي السجاير. حمزه عبد الله حضر الظابط عايزك. لازم تقليل المستشفى وصل. افسد انا حصل لقيت هناك ورجع تاني. يلا همتوا رجاله، عايز ارجع ليكم خلصين كل حاجه، ومين عارف يمكن نشتغل مع بعض على طول. طيب بطل ورقتك. اوعى عشان تبقى تشغل نفسك ورقتك. لا 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 كده تشغل نفسك. لا 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 خد. ايوه كده تشغل نفسك. خد نوار فايبس تك. حد بيعرف يقرا عشان يمليه. ايوه مليه. ماليش يا بيه حد رتع من كده. حتى أفوت كسر مش ممكن. والله ما يعمل كده. حتى أعمل صابت فيه. إيه ده؟ مش ده الولد اللي أسفل دماغك ما عادش يعمل كتر. إيه اللي حصل حصلت؟ الحقيقة الولد اعترف إن واحد عطاله جنيه علشان يتصلبط عليك ويعمل إنك تصيته بالعربية. واحد مين شاطر؟ ما عرفتي. طب بس ما تعيطش. الحقيقة أنا آسف يا أستاذ حمزة، عطلناك عن مواعيدك، لكن الذنب ذنب الولد الشقي ده. لا أبداً، ده بالعكس قدم لي خدمة ممتازة. صحيح يا بيه، طب هات جنيه بقى. إيه ده بقى خلاص بس. اسمع أنا خلاص هسامحك، بس بعد كده ما بسمعش كلام حد غريب، فاهم؟ حقك علي. طيب يا عسكري خد الولد ده حطه في الحجز. أستاذ حمزة إحنا متأسفين جداً. لا دلوقتي تقدر تتفضل. بس لو سمحت ربع ساعة علشان أمضي العقد. عقد إيه؟ عقد مقاولات. فين؟ في الحجز. في الحجز؟ أيوة. مقاولات في الحجز؟ أيوة. عمارة 15 دور. كمان 15 دور في أوضة الحجز؟ لا يعني او الـ 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 العماره في الشارع. انما الحجز هنا بيبقى في الحجز عنده، والشارع موجود فين؟ فالعماره لما بتبقى في الشارع هنا بيحصل يعني امضة عقود في الحجز. الحجز بيبقى كويس. استاذ حمزه نعم. نقول كمان في عماره 15 دور في الشارع لما بيتبني فيه طبعا الحجز. لا الحجز يعني الخطة نجحت وهو دلوقتي في الحبس. أيوة طبعا هيفضل محجوز لغاية ما يوصل تقرير المستشفى. وطبعا مفيش تقرير لأن مفيش مستشفى. اطمني مش هيقدر يروح هنا ولا هنا. برافو عليك يا ممدوح، أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أختي. مالك مكشر كده ليه؟ أنا مش مكشر ولا حاجة، أنا بضحك أهو. أيوة كده أحسن كتير. طيب باي باي دلوقتي، بس أنا جرب بيتر. باي باي. عم صاحي؟ لا بقول لك عم صاحي.
بيستريح. انا صاحي يا حمزه، تعال. هيلم تعال يا حاج. ده بقى العقد ممضي جالس، وده شيك بالعربون. يعني مفيش فايده؟ طبعا اعمل ايه؟ طب طب عظيم عظيم، ده انت اللي يشوفك كده يقول انك رجعت 20 سنة لورا. شفت ازاي ان علاجي جاب نتيجة كويسة؟ انا حاسس انه بجدتي 40 حصان، انفرض طبعا لسهير واهتمامها بيه. صحتك عندي اهم حاجة يا عم. يا سلام، دي ما سبتنيش ولا دقيقة. الدواء في مواعيده، الاكل في مواعيده. من سنين طويلة كنت محروم من واحدة او شخص يهتم بيا من غير ما يهتم باموالي في البنوك. مكافئتي ان اشوفك بصحة كويسة يا عمي. تقدري تقولي ان صحته بعد العلاج بقت احسن من صحة اي شاب عمره 20 سنة. انا شخصيا بفكر اني اقعد عندكم كم يوم عشان تعالجوني. انا في منتهى السعادة يا عمي انك خفيت. استاذن انا بقى. اتفضل يا دكتور. ممكن تاكل لحد ما اجي اكلك انا بنفسي؟ طبعا انا برد عن اول. اتفضل يا دكتور. اتفضل. بقول ايه يا دكتور؟ ايوه فنان. صحيح صحة عمي بيومي كويسة؟ جدا، واكدلك لو حب يشيل 6 كيلو حديد هيقدر. يعني خلاص يقدر يعمل اي حاجة؟ اي حاجة. نفسي يا دكتور. العفو. الله يسلمك. تبصلي كده ليه؟ تعرف ان انا مبسوطة قوي قوي ان صحتك رجعت لك تاني؟ وشاعر اني اشد من الاول. بس صعبان علي. ليه؟ صعبان علي انك هترجع تقعد في البيت الطويل العريض ده لوحدك تاني. صحيح يا سهير يا بنتي، وجودك في البيت ده معايا باستمرار واهتمامك بيا خلاني احس بالدنيا. انا قفلت البيت ده عليا بعد ما توفت مراتي من 20 سنة وفضلت عايش لوحدي. انت اول واحدة دخلت البيت ده بعد وفاتها. صدقت بقى ان الست هي اللي بتنور البيت وبتعمل فيه حركة وحياة؟ طبعا صدقت يا بنتي، صدقت قوي قوي. صدق المثل شرشيلة فم. بقى اللي بتقوله ده عادي مش ممكن، مستحيل. وإيه يمنع؟ أسباب كتير جدا. قولي سبب واحد بس منه. أولا سنك كبير. وماله؟ في أكبر منه بكتير، اتجوزوا وعاشوا في التبات والنبات وخلفوا صبيان من البنات. صحتك؟ صحتي؟ صحتي زي ما بقول بقوة 40 حصان. أنا النهارده اتصلت بالدكتور واديته فكرة إني عاوز أتجوز. وطبعا فهمك إن ده غلط. بالعكس، قال لي ده أحسن شيء لعلاجك. قال لك تتجوز 4. ده قال لي كمان انه سبب مرضي الاخير اللي بشكو منه لاني عايش لوحدي. انت ما بتسمعش غنوة عبد الوهاب طول عمر عايش لوحدي؟ ثم حالة الاكتئاب اللي بيشعر بيها الرجل المسن اللي زي لما ما يلاقيش حد شريكة حياته يقعد يشتكي لها، اه يا فشتي، اه يا كلوية، اه يا مصران الغليظ. عايز تتجوز عشان تشتكي؟ طب ما تشتكي لي انا ارخص، انا تحت امرك. لا يا ابني، لما توصل لسن زي سني هتعرف ان الست هي ستر الراجل وعطاه في اخر ايامه. هتكتشف بعدين ان الست هي الابتسامه على شفاه الرجل، هي الفرحه اللي في قلبه، هي الضمان لمستقبله في اخر ايامه. تمام. يعني انت بقى اللي طلعت في مخ الراجل انه يتجوز؟ طبعا يا ماما انا صاحبه الفكره. اما مالكيش حق يا سهير. ليه يا ماما؟ اللي خايف على مصلحته ومصلحتي. طب مصلحته هو، ومعقول هيلاقي واحده ست تاخد بالها من طلباته؟ لكن انت هتستفيدي ايه من جوازه؟ عشان يبقى له وريث. وريث؟ طبعا، هو اللي بيتجوز ده مش بيخلف المفروض، والولد اللي بيخلفه ده مش بيورث. عشان كده انا اقنعت بيومي بيه بالجواز، وحافظه ادهيله ليل ونهار انه يخلف عشان اللي يخلفه ده يورثه، وبالطريقه دي الفلوس تبعد عن حمزه ويبقى فقير زي ما هو. فكره مناخوليه قوي.
أنا مستعدة أعمل أي حاجة، أغامر بأي مغامرة علشان حمزة ما يضيعش مني. وده هنجيب له عروسة منين؟ نسأل. ما تعرفيش انت يا علية واحدة من أصحابك يكون فيها الرمى ويكون لها رغبة في الجواز؟ الحقيقة أنا معرفش. الدواء هاني انصاف. نعم. تعالي. نعم. ما عندكيش حد عاوز يتجوز؟ اه اخويا. لا لا لا، مش راجل، ست. انا لا انت بقى من ست كده كلش كان اي كلام عشان راجل عجوز بهجع. هو بابا حضرتك اللي عليك؟ لا مامتك. لا امال لما تعرفي بقولي لي. طب اقول لك ليه وهتستنيني لما اقول لك ليه وهحكي لك وتحكي لي والحاجات دي من الحكايه في ايدك؟ ازاي؟ زي ما جبتي الاستاذ حمزه تجيبي عروسه لعم الاستاذ حمزه. فكره. اعلان في الجرايد مطلوب عروسة أكتر من 40 سنة. أدويكو يا حلويكو. أهلا أهلا بعرفت ما في كثير. بابا خدي يا بتي، خدي يا كولومبيا يا جميلة يا بتي. اتفضلي يا حبيبتي يا اختي جميله. انت بقى كتكوته يا اختي كتكوته. انتوا غدي يا استرابتوا حبيبتي بهذا والشفا. الشربات الجميله عندك تخلي حبايبك تشربوا بيها الشربات. صار لا عندي واحده بس. ايوه نحب حاجه. نعم افندم. مين دول؟ عريس عم حضرتك. كلهم؟ لا واحده منهم. انا واحده فيهم صاحبه الاسم والنصيب. دول بتوع الاعلان. ايوه. ومين بقى اللي هيختار العروسه؟ انا طبعا. انت؟ اها. عمك ده حبيبي، لازم انا اختار له العروسه اللي يعيش معاها بقى عمره مبسوط ومرتاح ولا ايه؟ مظبوط صح. مساء الخير على الصول. نور انصار. نعم. هاتيهم لي واحده واحده على الصالون. اوكي واحده واحده. بصي واحده واحده. وبيتي انت شو؟ ايوه تعالي يا جدي تعالي. تعالي يا جدي تعالي. تعالي يا حبيبتي تعالي. تعالي يا جميله. جميله يا جدي كده بس في البيت. وي تعالي قومي معايا وما تسيبسي بالراحه. بالراحه لا تكسر ولا زوجتي قبل ما تصيح. يا جميله تعالي يا جدي اتملى عليكي. اتملى اتملى. تاخد كل عتبه. يما 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 يا بنتي يا بنتي يا خرابي. ما هي الحلاوه دي جايبينها من انت؟ اتفضلي يا اختي تعالي يا اختي كويس نتمر بالرفق وحبيبتي. رميني شكلك. حلو يا خرابي تفريكي وعلى جنابي يا بنتي يا جميله. خش خشي. صحيح يا سويس، وجدت فيها كل المواصفات المطلوبه. أنا مش عارف أشكرك إزاي. أنا لازم أحللك بوقك. والعروسة، العروسة هشوفها إمتى؟ طبعاً لا مؤاخذة، أصل أنا مش متعود على الحاجات دي يعني. ضروري ما دام الأصول كده لازم نعمل الأصول. حاضر. أول ما يجي حملة حدله خبر. مع السلامة يا بنتي يا حبيبتي. يا زعتر افندي، اول ما يجي الاستاذ حمزه خليه يجي حالا. دور عليه من تحت الارض تجيبوا لي حالا. ها حبيبي لما تبسم 16 شقفه تقسم يا عيني يا عيني. صباح الخير يا صاحبي. كويس انت جيت يا استاذ حمزه. إيه؟ انا كنت حالي عليك الدنيا لحد ما الاقيك. ليه خيفي؟ بيومي بيه عايزك ضروري. الظاهر ان في امر مهم جدا. الامر المهم جدا ده عارف فين؟ هنا في الشنطه دي. عقد بناء اوتيل في مكسب كتير قوي، لسه ماضي العقد ده من ربع ساعه. الف مبروك. خش يا باشا بالخبر السعيد. مبروك يا عمي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حمزه يا ابن اخويا. انا كنت واثق ومتاكد انك هتنبسط قوي. ده عمليه مهمه جدا جدا. تعرف حضرتك كان في ناس كتير عايزين ياخدوها. بتتكلم جد؟ ايوه. ولما عرفوا ان حضرتك عايزها لفوا كلهم اتسحبوا. انا والله كنت مستعد اعمل المستحيل علشان الحبكه. هو باب من الطيبه. قول لي بقى عايزها قد ايه؟ يعني 40 45. بس دي تبقى كبيرة قوي. طبعا يا ابني، ما هو لو كانت أصغر من كده الناس هتتبسط عليا.
عايز تثبت لهم انك انت قد المنافسه. طبعا يا ابني طبعا. على العموم انا هنبسط لما هتبقى اطول واحده في البلد. مش معقول اطول واحده امشي جنبها ازاي؟ امشي جنبها. طبعا يا حمزه مش لازم نخرج مع بعض نتفسح. تستسحوا؟ عاوز ازاي بقى امشي بدراعي في دراع سنافور؟ امشي جنبها ازاي؟ تمشي جنب القنده؟ انا بتكلم على العروسه. عروسه؟ من شويه صغير مراتك ضربت التليفون وقالت لي انها عتلت على العروسه اللي فيها كل المواصفات المطلوبه. ألف مبروك، الله يبارك فيك، بس فاضل حاجة واحدة عشان يتم كل شيء. إيه إيه؟ تروح تخطبها لي من أهلها. أنا أخطبها؟ طبعًا، الأصول كده، أهل العريس هم اللي يروحوا يخطبوا العروسة، أنا راجل وحداني. وماليش غيري. أنا بقى أهل العريس. وين العريس؟ إيه؟ إيه؟ مالك؟ لا ما فيش. مر رقبك بتترعش ليه؟ اقول لك الحق انا مكسوف، ركبي سايبه وصواميلي ملخلخه. خايف؟ ما انا اصلي ما عملتهاش بقالي 20 سنه لحد دلوقتي. لا ما تخافش انا معاك. خليك معايا. اصطبطولك جاي بسم الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. شرفنا عمتك. عشان بس عليك. اتفضل. الشربات يا كتكوتة. اهلا وسهلا. بقى احنا جايين لحضرتك نطلب القرب. على فكرة مين فيكم العريس؟ انا يا عمي. انت باين عليك ابن حلال ومن عيلة. يعني حضرتك موافق؟ ما عنديش مانع، بس نعرف رأي العروسة. ناول الشربات لعريسك يا كتكوتة. بيجوز. مش انا. نعم مش انا. انا شايف ان العروسه ما عندهاش مانع. نتكلم بقى في المهر والشركه. انا يا ابني ما يهمنيش الفلوس، انا كل اللي يهمني بنت تكون في عصمه راجل محترم يخاف عليه او يسترها، والعريس باين عليه موزون. طبعا مش زي الشبان الطايشه اللي في سنه. يبقى مبروك. وانا ان شاء الله من بكره هروح اشتري الشبكه. الشبكه من عندي يا حمزه، لازم تقنع عمك انه يشتري الشبكه من محل عندي. ضروري طبعا ان شاء الله. انا مش قادر اتصور ان عمي يروح يشتري دبله وهو في السن ده. ليه بقى يا حمزه؟ عمك لسه في عز شبابه. قصدي تقول ايه في عز شيخوخته؟ يا شيخ بكره لما تشوفه شايل ولاده وولاد ولاده تغير رايك. ولاده؟ انا يهمني ان عمي يكون سعيد في حياته. وانا كمان. وحددت معاك كاتب الكتاب؟ مش لما يدرسوا اخلاق بعض الاول؟ يا اخي انا شايفه انهم منسجمين قوي مع بعض، وانا شخصيا حقنا عمك بانه يحدد موعد الجواز، ايه رايك؟ أهلا وسهلا. أهلا الطفرو. الله يبارك فيك. شكل خطوة عزيزة. أهلا أنتبه أنا وقمت الأفراح إن شاء الله. جربت يا ستي. أهلا وسهلا. فضلوا في الصالون. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا أهلا. فوفي. الله زي القمر. كل ده ايه الافطار حلوه دي؟ المأذون وصل. اهلا وسهلا فضيله الشيخ. حل استشفاء استفاد مواره باذن الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب الكريم. يا سلام، حقيقه كل شيء اسمه ونصيب، واللي ما فكرتش فيه من 20 سنه بعمله دلوقتي. مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا ابني. ده صحيح،
كل ده بيحصل ولا انا بحلم؟ اكونش بحلم؟ ده حاجه تضحك، ده حاجه تموت بالصراحه، ده حاجه تضحك خالص. يلا يا حلوه بقى لحسن المأذون وصل. يلا ايه الشمزة؟ في حاجة؟ سوير ايه في ايه؟ عمي ماله؟ مال ايه؟ ازاي؟ من الدح. يا استاذ حمزة، بصفتي محامي عنك احب اقول لك انك اصبحت الوريث الوحيد للثروة بتاعتك، ولازم تعرف كمان ان الثروة دي قيمتها 1,000,000 جنيه. أنا يا صار الحمد لله. عمي كل شيء اسمه ونصيب يا ابني. وفي ايه ده؟ في احمد. معلش يا ابني، عايز علينا فراقك، لكن ما باليد حيلة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ مش فاهم. ايه في ايه؟ انت رخ انت مسافره ولا ايه؟ لا. امال اللي حاطه هدومي في الشنط دي ليه؟ دي هدومك انت. هدوم انا؟ ايوه. ليه؟ عشان انت لازم تسيب البيت ده. اسيب البيت ده؟ ايوه. واروح فين؟ تروح حته تانيه. حته تانيه ليه؟ عشان احنا الاثنين لازم نسيب بعض يا حمزه. احنا نسيب بعض؟ ايوه. نسيب بعض ليه؟ هقولنا في على كل حاجه. عرفت ايه السبب اللي مخليني مصممه اننا نسيب بعض؟ ايوه بس مش مقنع. ما تعملش زي بابا وماما وتقولي ده كلام فارغ. ده مش كلام فارغ، ده كلام ما صحش تفكري فيه. يا حمزه يا حمزه، الموضوع ده اتكرر معايا قبل كده 3 مرات، لو انت فضلت جوزي هتبقى انت الرابع. يا سهير. حمزه انا اللي في راسي خلاص. وانا مش ممكن اسيبك كمان. وانا مستحيل اخليك تضيع شبابك بسببي. ما هو مش ذنبي ان عمي مات وانا ورثت منه 1,000,000 جنيه. وانا اعمل ايه؟ حاولت الفلوس دي ما توصلكش، اعمل ايه؟ مفيش فايده. هو انت بقى ال انا مش ممكن احسب البيت ده، ومش ممكن احسبك انت كمان. يا حمزه انا ما اقدرش اعيش معاك وفي خطر بيهددك. خطر ايه بقى؟ تسمحي تقولي لي؟ تركت عمك 1,000,000 جنيه. شوف يا سهير، اسمع الكلام اللي انا هقولهولك. انا هتخلص من تركة عمي. ايه؟ هتخلص من 1,000,000 جنيه. بس بص حمزه، احنا قرينا في الجرايد عن مشروع سيادتك لإنشاء أول شركة مساهمة لصناعة الأحذية المتحركة. أيوة يا فندم، وصلتنا جوابات كتيرة أصحابها بيسألهم عن تفصيل المشروع وأهدافه. وفي الواقع اللي خلاني أفكر في المشروع ده أزمة المواصلات. ناس كتير بتضيع وقتها في انتظار الأوتوبيس، وناس بتتعطل عن أعمالها لأن مفيش تاكسي بيوقف لها، وناس بتسوق بسرعة كبيرة جدا وبتعرض نفسها للخطر. الجزمة اللي هنعملها هتحل كل المشاكل دي. احنا هنركب في كل جزمة عجلتين، فالشخص يزق نفسه زقة بسيطة الجزمة هي اللي هتمشيه، وبكده نحل أزمة المواصلات، ويبقى مش محتاج الشخص انه يركب أوتوبيس أو عربية ملاكي أو تاكسي أجرة حتى. وفي حاجة كمان، لو الشخص مشي زيادة شوية وكسر إشارة المرور، فمن المؤكد إن العسكري مش هياخده مخالفه، لأن مش هيبقى فيه نمرة عشان ياخدها. وده بقى مشروع مفيد جدا ونجاحه أكيد. ناس كتير بتضيع وقتها في انتظار الأوتوبيس، وبكده هنوفر لكل أسرة فلوسها اللي ضايعة على المواصلات. عظيم يا فندم، عظيم. بس يا فندم خلاص يا جماعة، معادي الحجز خلص، تعالوا بكرة الصبح. قلنا بكرة الصبح. يلا فرطة، هو تفضلوا. مع السلامة. مع ألف سلامة. حاجة تجنن،
مع السلامة. اه كله ماشي الحمد لله. مع السلامة. اتفضل سعادة البيه. ايه دول؟ 7000 جنيه. ولسه؟ بس أنا عندي رأي. قول. عشان الناس تصدق أكتر وتدفع أكتر يلزمنا مصنع. مصنع؟ مصنع إيه؟ مصنع الجزم المتحركة، لازم صوره تتنشر في الجرايد واللي يحب يتفضل يزوره يتفضل يزوره. خلاص، إحنا نبني مصنع، ما هو كله بخسارة. بس المصنع ده يلزم عمال. نجيب عمال. والعمال يلزمهم مهندس عشان يشرف على تنفيذ المشروع. اه وطبعا المهندس مش هيقدر يوصل لحاجه. ونعلن افلاس المشروع. هايل. احنا من بكره نعمل اعلان في الجرايد عن طلب مهندس للاشراف على المشروع. ايوه يا فندم. لا يا فندم هنبلغه فورا. حاضر حاضر. انا المهندس. اهلا وسهلا. اتفضل. حمزة بيه منتظر حضرتك. منتظرني؟ أيوة. أشكرك. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أحب أعرفه بنفسي. المهندس محمد عبده فلوكس. محمد عبده مين يا فندم؟ فلوكس. أهلا وسهلا. حضرتك اتعكبت في حاجة وأنت داخل ولا حاجة؟ لا فندم، دي اصلي كنت انا بنيت عماره فوقعت عليا على طول، فدي النتيجه زي ما سالتكش وقلت يعني. ربنا يوفقك. اهلا. اتفضل اتفضل. هنا فندم. اتفضل. حضرتك ليك يعني خبره بمشاريع زي المشروع بتاعنا ده كده؟ و في الحقيقه يعني انا من اعمالي الكبيره اللي انا اشتغلت فيها، اشتغلت مع راجل اجنبي مليونير، هو مش قليل يعني. عملنا مشروع مع بعض، كان مشروع مصنع بينتج البسكليتات، نوع غريب من البسكليتات بس نجحنا فيه يعني في ان احنا نطلع المصنع فعلا. كان نوع اسمه بسكليتات بتمشي في البر تعمل زز، وما تيجي تمشي في الجو بقى او في البحر كمان تعمل از 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 از. ده كان مشروع كبير. بس انا ما سمعتش حاجة عن المشروع ده. لا ما هو فلس. هايل هايل. اشكرك. طلع باشمهندس عملت حاجات تانية غير كده؟ طبعا يعني في الواقع انا عملت مشروع كبير قوي مع راجل اجنبي، مشروع مصنع اسماك لتجميد الاسماك الموجودة في البحر الميت. ما شاء الله. بس انا اعرف ان البحر الميت ما هو السمك يعني. طبعا، ما عشان كده المشروع يعني خسر والراجل فلس. ما شاء الله ما شاء الله. انت هايل. اشكرك. هايل. لا انا بلاوي، انا بلاوي صراحه. فرصه سعيده جدا يا باشمهندس. احلى. شوف بقى انت من بكره هتبتدي تستلم المشروع، واخد بال حضرتك؟ ويا حبذا لو اسرعنا يكون افضل يعني. من بكره على طول. من بكره على طول. اقول لهم في البيت واجي على طول يعني. ان شاء الله. فرصه سعيده جدا. فرصه طيبه يا فندم. طيبه جدا. اصل انا منظم حبتين وني مكياج. مع السلامه. مع السلامه. من هنا اتفضل. من هنا مش انا اسف. معلش. لا خليك مصاحب والله ما تجيش توصل ولا اي حاجه. هي السبب. معلش. فرصه طيبه جدا. السلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. لميت 150,000 جنيه. عال، يبقى كده هترجع لهم الفلوس وعليهم التعويض. بالطريقه دي تبقى خلصت من المليون جنيه يا حمزه. المهم بقى ان مواعيد التوريد النهارده. توريد ايه؟ الجزم. لمين؟ للمحلات. احنا مش ماضيين عقود مع اكبر محلات الجزم في البلد اللي احنا نورد لهم. ليه انت هتورد لهم بصحيح؟ بصحيح ايه؟ هو احنا بنعمل حاجه؟ اه عندك حق. طب يعني انت متاكد ان فعلا المصنع ما بيشتغلش؟ تظهر على نياتك بقى. طب بذمتك انت قولي لي، المهندس المسؤول عن المصنع هيركب عجل في الجزم ازاي؟ اه صحيح. انا متاكد بقى ان اصحاب المحلات والمساهمين بكره الصبح هيرفعوا علينا قضايا للركب ونبقى مش هنلحقين عليهم. الو. اهلا يا باشمهندس. ده المهندس المسؤول عن المصنع. ايوه يا باشمهندس. خير. بتقول ايه؟ سهير الحقيني.
عاجبك كده؟ معلش يا حمزة هدي نفسك، هنعمل ايه؟ مشروع زي ده بايظ، مضمون خسارته 100%، يوم يحصل كده؟ معلش انت عملت اللي عليك خلاص. ده انا عملت المستحيل عشان يبوظ، مفيش فايدة، يوم يحصل العكس. المحلات باعت لغاية دلوقتي 15,000 جوز، والطلبات نازلة على المصنع. ايه؟ معلش يا حمزة، تعالى نتكلم في البيت، تعالى. بيت ايه؟ انا مش هروح البيت غير لما اشوف المهندس اللي عامل العامله السودا دي. انا عايز اخسر، تكسبني ليه؟ صباح الخير يا فندم. ايه خير؟ انت بتقول خير يا فندم؟ انا يا فندم ما عملتش غير الواجب اللي عليا. ايه يا فندم؟ يعني سيادتك ارجوك ما تشكرنيش يا فندم. اشكرك وعايزني اشكرك كمان. بساتك يعني كنت ناوي تديني اي مكافاه، اي حوافز ولا اي حاجه؟ انا ماليش عايز كمان مكافاه. ايوه يا فندم، انا على العموم ما عملتش الا كل اللي ما يمليه عليا ضميري، واشتغلت بمنتهى الذمه. انا قلت لك تشتغل بذمه؟ قلت لك سر الذمه. يا فندم من غير سعادتك ما تقول، ما هو لازم يعني. بدل انا ما قلتلكش تشتغل بذمه، تشتغل ليه بذمه؟ انا يعني هقول لحضرتك. اتفضل. هو اصلي وده سر هذيع لاول مره يعني زيع. أنا طول عمري إنسان فاشل، وحبيت بس أنجح ولو مرة واحدة بس في حياتي. ما لقيتش حد تنجح مع غيري. أنت يا فندم، أنت السبب. أنت اديتني كل الحرية، تروح اتصرف، اعمل كل شيء. اخترع لي اخترع لي حاجة، اعمل لي مشروع الجزم المتحركة. سهرت، تعبت، موت نفسي، تبعت نفسي لغاية ما طلعت بالنتيجة بتاعت السهر والتعب ده كله بالجزم المتحركة. سيادتك شايف الوقت إيه؟ مالية البلد كلها. سهرت وتعبت. ما خوفش على صحتك؟ فندم انا كل اللي يهمني كان ان المشروع ينجح ويكسب. ينجح ويكسب؟ ما تجيبش سيره المكسب ده قدامي. ما انت ضيعت ناس كتير يا اخي، ما انت فلست على ملهاش اول ولا اخر. اشمعنى جت عندنا وعطلقت؟ ده حظ ايه المنيل ده؟ يا ابني ما تعملش في نفسك كده، اعصابك. خلاص يا عمي ما بقاش فيها اعصاب. هعمل ايه؟ اتصرف ازاي سهير؟ مش عارفه، انا خلاص مخي عاجز عن التفكير. كل اللي بفكر فيه اني مبقاش غير 48 ساعه. وهيحصل ايه يعني؟ بابا انت عارف. الله، عارف ايه؟ مش واخد بالي. هيحصل ايه يعني بعد ما يخلصوا 48 ساعه؟ هبقى ارمله. هينقصف عمري، هينقصف عمري، والسيره هتبقى ارمله. الله، ارمله ايه يا اخويا ده؟ لكن مش ممكن اقف ساكته كده. هعمل ايه؟ جربت كل الطرق مفيش فايده. مش ممكن، مستحيل. لازم يكون في انسان في الدنيا دي يقدر يفكر بدل ما احنا واقفين ساكتين كده. طيب ايه بس، عاوزين ناخد ورنداه ولا ايه؟ ايه الله، هو انت تاني مالكم؟ ما تقولوا حاجة كده؟ طيب امشي. انا ممدوح، انا خلاص ممدوح. وانا كمان يا ممدوح. انت كمان خلاص؟ خلاص ايه؟ خلاص مش فاهم. كل اللي فاضل في الدنيا دي 48 ساعة. بعد ال 48 ساعة دول هبقى ارملة المرحوم حمزة بيه عبد البر. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ طبعا مش ممكن هكتب لك تعهد ان هتجوزها بعد ما حضرتك تودع. ولا وقت هزار يا ممدوح. اتصرف، شوف لنا اي حل. انتوا تبعدوا عني خالص. ممدوح انت عارف ان احنا ملناش غيرك يا ممدوح. احنا بنثق في حسن تصريفك للامور، مش انت حلال العقد. والمطلوب مني ايه بالظبط؟ المطلوب ان انت تفكر معانا في موضوع يبوظ المشروع بتاع حمزه الجديد. الجزم المتحركه؟ المصنع لازم يقف. طب ما دي حاجه سهله. ازاي؟ انا اقول لك ازاي. هي الجزم دي بتتعمل ازاي؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. المصنع اللي بيعمل الجزم دي بيشتغل ازاي؟ ايه اللي بيشغله؟ المكن. خلاص نبوظ المكن. الله، فكره حلوه قوي. هو اللي فكره حلوه، ما تستنى شويه، شوف لك حد يبوظ المكن بالليل. يجوا العمال بالنهار يلاقوا كل حاجه متعطله، طبعا المصنع هيقف، طبعا بيتك هيتخرب. شفتي؟ اهي دي بقى فكره هايله جدا. الله يا ممدوح. فعلا فكره هايله، بس مين بقى الجريء
اللي يسحب بالليل ويبوظ المكان. مين؟ مين يا ترى؟ تفتكري مين يا سهير؟ تفتكر مين؟ انتوا بتبصوا كده ليه؟ لا دي بقى انا ما اقدرش اعملها. حطه في مخك انا ما اقدرش اعمل دي، مستحيل اعمل دي ابدا ابدا ابدا. تلف من الناحيه دي وانا هلف من الناحيه التانية وتقابل جوه في المصنع. طيب ما انتش ناسي حاجه؟ لا 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 لا، كل حاجه لازم تخيل المكان هنا معايا، شواكيش قواديم سواتير ايدهم كل حاجه. يلا بينا. غفير، انت ما قلتليش ان المصنع فيه غفير. هو ده عايز حدائق حدق. طب وبعدين؟ طب يلا بينا نجري، يلا بينا نجري قبل ما يمسكنا. يلا بسرعه، والمهم اللي احنا جايين بعدين بعدين بسرعه. اطمن خالص، انا صحتي زي الحديد طول ما انتوا بعيد عني. اتفضل استهرب لو سمحتي، خدي جوزك وامشي ورا. كفايه اللي جرالي من تحت راسكم، سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. ايه ده؟ ما تقعدوش، ما تقعديش ولا انت تقعد. اتفضلوا بقى، انتوا طمنتوا عليا، عاوزين مني ايه تاني؟ اتفضلوا قبل ما تفكروا لي في حاجه تجيب خبري. لا اطمن. شوف احنا مش عايزين منك حاجه. خلاص احنا مش هنطلب منك حاجه بعد كده ابدا. بتكلموا جد؟ جد جد. يعني هتسيبوني في حالي؟ خلاص ومالكوش دعوه بيا خالص. خالص احنا مش عايزين منك غير حاجه واحده بس. اهو كده الكلام. انا قلت كمان مش ممكن تعدوها على خير، لازم فيها حاجه. اسمع يا استاذ، انت احسن لك تمشي، احسن حضربك. اسمع بس يا ممدوح، دي حاجه بسيطه. لا بسيطه ولا كبيسه، انا ماليش دعوه بيكوا خالص. ده احنا فكرنا طول الليل مين اللي يقدر يعمل الموضوع ده، ما لقيناش غيرك. انا متشكر جدا على ثقتكم الغاليه بيا، لكن زي ما انتم شايفين انا ما اقدرش اعمل حاجه لان مش هقدر اتحرك من السرير. ما هو اللي هنقول لك عليه هتعمله وانت في السرير. شيء جميل جدا، يعني كمان مش ما خلصكم تسيبوني حتى وانا رايد. اخ نعم افندم، ايه المطلوب مني؟ الحاجة البسيطة اللي عاوزين نعملها لكم. تشيل السماعة وتطلب البوليس. نعم. شيل السماعة. اطلبوا لي البوليس. ايوه انا معاك. زي ما بقول لحضرتك كده يا سعادة الضابط، اسمه حمزة. ايوه ده مزور كبير جدا. ده مزيف مليون جنيه. ايوه يا الضابط، مليون جنيه بحالهم. ده بيستعد دلوقتي انه يوزع المبلغ. ايوه ارجوك يا حظابط، ارجوك قبض عليه بسرعه. نعم الفلوس فين؟ ثانيه واحده انا اساله لك، هي الفلوس فين؟ في مكتب عمي. في مكتب عمه. عمه مين؟ عمك مين؟ بيومي بيه عبد الله يا اخي. بيومي بيه عبد الله يا اخي. العنوان؟ العنوان؟ طيب احنا هنعمل لازم، بس احب اعرف سيادتك مين؟
الو الو. شوف يا سيدي، انا كلفت سكرتير عمي يسحب كل رصيدي في البنك وكل الفلوس اللي في المصنع، وحسب البلاغ اللي سيادتك بلغته دلوقتي البوليس هيهاجم المكتب ويصادر المبلغ. طب ما بعد كده هيكتشف ان الفلوس سليمه ويرجعوها لك تاني. ما هو قبل البوليس ما يرجع الفلوس لحمزه هنكون احنا سيبنا البلد وهربنا ويبقوا يدوروا علينا بقى. لكن انت يا اخويا هتتحط في الحبس ويتقبض عليك لغايه ما يكتشفوا برادتك. مش مهم، المهم انه يكون خسر المليون جنيه في ضربه واحده، ده المهم. شفت بقى الخطه المحكمه دي؟ طب اتفضلوا مشوا بقى وسيبوني. يلا نمشي، احنا فعلا لازم نمشي لان زمان سكرتير عمك جاب الفلوس وجاي والبوليس كمان جاي في السكه. يلا تمام يلا، لازم نكون في انتظار. شد حيلك يا ممدوح. شريط طول ما انت بعيد عني، ثم انت مالكش دعوه، جديد مش جديد مالكش انت دعوه خالص. ما تشوحش في وشك كده. لا شوف بقى، بقول لك يا حمزه انا شوف ايه، مالكش دعوه. اسمع احنا جدعان قوي بقى ومتعيان، لو نكشت تاكلوكش على ادب تاني طول عمرك في السرير. يلا جدع كل واحد يروح، ما فيش احلى من ما فيش، ما يهمنيش حد وقت. لا انت ما يهمكش ان انا متربط، انا اقطعك فاهم؟ يا شيخ اجري. طب اجري بقى، اجري الصوره فيك الورد. طب انا عارف ان انت مأجره، انت فاهم ان انا دخلت عليا ان انت جايب لي ورد؟ يا عم لا مأجره ولا حاجه، اتفضل مش عايزه. 67 مليون و4، 67 مليون و5، 67 مليون و6. اذا انت لسه بتعد؟ في عز الظهر راح وهنتقابل وانا في انتظار. 67 مليون و7، ربنا يوفقك. 67 مليون و8، 67 مليون و9. وبعدين السكرتير المحترم اتاخر قوي بالفلوس، زمانه جاي. الساعه بقت 12 البنوك هتقفل، يا ترى ايه اللي اخره؟ مش عارف. مش كده البوليس لو جه مش هيلاقي حاجة. مصيبة. بلوى. مصيبة. هبدأ. ازاي الحال؟ الفلوس ما جاتش والبوليس جه، هقول لهم ايه؟ مش ممكن تترجاهم يرجعوا تاني بعد شوية؟ اترجى البوليس يرجع تاني بعد شوية؟ هو لعب عيال؟ البوليس جاي يبقى لازم الفلوس تكون موجوده. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا مش عارف الحقيقه. محدش حرك مطرح. ممنوع يا حافظ. هو ايه اللي ممنوع؟ محدش يدخل لحد التفتيش بينتهي. ايوه بس قلت لسيادتك ممنوع لحد حضرتك بينتهي من التفتيش. اتفضل. احنا متأسفين جدا يا استاذ حمزه. لا ابدا، حصل خير. الظاهر الاخباريه اللي وصلتنا اخباريه كاذبه. طب ما تستنى يمكن الاخباريه تصدق. ارجوك يا هانم مفيش داعي للاحراج، احنا بنقوم بواجبنا. طبعا. واكرر اعتذاري يا حمزه بي. لا فيش داعي لاي تكرير اعتذارات. عن اذنك. اتفضل فندم، انا استشرفت. مع الف سلامه. مع السلامه. اشوي هدومي. اعمل ايه انا اكتر من كده؟ معلش يا حمزه هدي نفسك. هدي نفسي ازاي يا سيدي؟ انا هزرع. صباح الخير. اتعشى من ما تكونش اتاخرت على ساعتك. اهلا وسهلا يا اخي. انت ايه اللي اخرك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في البنك بجيب الفلوس. البنك قفل بقاله ساعه. ما هو اصل الاتوبيسات زحمه قوي ساعه البيت. انت كنت راكب اتوبيس؟ ايوه يا فندم. حد يبقى معاه مليون جنيه ويركب اتوبيس؟ ما هو مش معقول يا سعاده البيت حد هيتصور اني راكب اتوبيس ومعايا مبلغ زي ده. لكن لو اخدت تاكس جايز حد كان مراقبني وانا في البنك يطلع معايا يهجم عليا وياخد المبلغ. ما ياخده يا اخي، انت مالك؟ هي فلوسك انت باللي عملته ده، لخبطت لنا الدنيا يا بلوى. ما انا استلم وقلت اوفر حق التاكس. توفر حق التاكس؟ شوفي الكلام اللي يلا. اوعى من قدامك، اوعى من قدامك. حمزه استنى بس. حمزه ما تعطيش يا سير، ما احبش اخر صوره اشوفك فيها تكوني بتعيط. غصب عني صدقني يا حمزه، انا عمري ما حسيت بالامان الا من يوم ما اتجوزت. انا عمري ما حسيت بالدنيا غير لما اتجوزتك يا سير. عشان كده لازم نسيب بعض. فكر كويس. انا فكرت كويس ولقيت ان هو ده الحل الوحيد. حياتك عندي اهم من سعادتي يا حمزه. أنا حياتي ملهاش قيمة من غيرك يا سوية.
عشان كده لازم نسيب بعض. حتى لو انت قلت لا ورجعت في كلامك انا مستحيل ارجع في كلامي تاني. وشك بخير. هتوحشني يا فندم. الو؟ ايوه ممدوح، تكلم مين؟ اسمعي يا سهير، انا طالع على المطار دلوقتي حالا، انا خلاص مهاجر رايح بلاد الاسكيمو. ارجوكم محدش منكم يجي لي هناك، انا طفشان منكم من عمايلكم اللي عملتوها فيا. لا يا ممدوح، محدش هيزعجك بعد النهارده، كل شيء راح لحاله. لا لسه عايش. مع السلامة. أشوف وشي بخير. مع السلامة. عندك أستاذ؟ لا ماشي، أنا حشيفة. السلام عليكم. مش عايزة حاجة سهير؟ من بره؟ نعم؟ في حاجة؟ بس أنا افتكرت بتنده عليا يعني. سلام أنا يعني لو كنت عايزين أي حاجة أنا ما... سلام عليكم. توحشني جدا عنك. سلام عليكم. يعني لو انا ماشي طب حد يقول اقعد ولا حاجه، ده اي كلام. مش معقول كده، ده شيء يقطع القلب. انا وقت التليفونات. الو لسه ماشي من هنا يا ست هانم. لازم نحصله يا بابا. يلا بينا بيه. يلا بينا بيه. يلا ليه؟ ايه اللي حصل؟ السكرتير بتاع عمك خد الشنطه اللي فيها الفلوس وهرب. برافو عليه. برافو ايه؟ البوليس اشتبه فيه وقبضوا عليه. يخفى عليه. بس قدر يهرب منهم تاني. برافو عليه. الا بقى، وبعدين هو دخل العماره دلوقتي والبوليس كله محوط العماره، وعشان كده اتصل بيك يمكن يعرف تعرف تتصرف. انت عارف هو فين دلوقتي؟ عارفه. طب يلا بينا. يلا وين؟ Thank you.
وحشين يا استاذ. انا حمزه صاحب فلوس. اطمن يا استاذ، احنا محصلين مكان كويس وضروري هنقبض عليه ونديلك الفلوس. سيادتك فاهم غلط. اه مفيش داعي للتعب ده يا حصان. مفيش تعب ولا حاجه يا استاذ، احنا مهمتنا حمايه حقوق الناس. طب يا سيدي انا بتنازع عن حقي، مش عايز افندم. ايوه يعني قصده هو عاوز يسيب الفلوس له. اكيد سيادتك بتهزري. على العموم في قوه طلعت فوق السطح وضروري هتنجح في القبض عليه. انجح انجح. مش كده، مش هنبعد عن بعض طول العمر. نفضل مع بعض على طول.